السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان ومستمعي أون سبورت أف أم في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. أرجو إن النهاردة الناس تستوعبني شوية وأرجو النهاردة إن ردي يكون واضح. أنا متابع جيد جدا للسوشيال ميديا. من امبارح ناس كتيرة جدا بتبعت لي وأنا بقرأ الرسائل رسالة رسالة. يعني سيبكوا بقى أنا مش متابع ما اتفرجش بشوف كل حاجة ومتابع كل حاجة والدنيا تمام جدا. ناس امبارح بعد تقول لي يا كابتن هو انت طالع تقول ان المباراه الاخيره امام انجولا والمنتخب عمل ريمونتادا والقصه هو انت بتشرح لنا حاجه غير اللي احنا بنتفرج عليها؟ لا هي اللي حضرتك بتتفرج عليها وهو اللي انت شايفه وهو نفس المنتج اللي قدامك قدامي، ولكن انا دايما وجهه نظري مختلفه في نقطه وارجو ان احنا نستوعب بعض. انا كيروش ده المدير الفني ما كانش صاحبي في المدرسه ولا كان معاه في الفصل ولا كان معاه في الفصل ولا بينا صلة قرابة. هو المدير الفني للمنتخب الوطني. يعني قبل ما يبقى المدير الفني للمنتخب الوطني أنا ما كنتش من أشد المعجبين بيه، يعني تقريبا ما كنتش أعرفه. أنا عرفت السي في بتاعه هو المدير الفني للمنتخب الوطني، المدير الفني لمنتخب مصر، المدير الفني لمنتخب مصر. إذا النهاردة أنا ده مش البدري بقى ولا كابتن حسن شحاتة ولا أي حد أصل ليه علاقة وأصل بتحب أصل بتقل. لا لا خالص انسوا الأسماء، أنا بتكلم على المنتخب الوطني. السؤال اللي أنا عايز أسأله ليه دايما بعض الناس وكلامي النهاردة واضح جدا، بعض الناس بعض الكل متفهم الكل متفهم دائما وأبدا وجهة نظرنا، ليه بعض الناس دايما شايفين كل حاجة قليلة؟ ليه دايما شايفين يا عم ما انت اهل كاس عالم ايه يعني دي انجولا ده احنا رايحين نلعب الجابون فين المشكله يا عم؟ احنا عندنا حلم عايزين نروح كاس العالم القادم، لازم نكون موجودين في الدوحه في كاس العالم القادم، مصر لازم ان شاء الله باذن الله تكون هناك حلم ايوه طب ما هناك عادي. هو حضرتك جبت العادي ده منين؟ هو حضرتك جبت عادي ان احنا نكون موجود في كاس العالم واحنا غايبين بقالنا 27 سنه منين؟ هو حضرتك ليه دايما مقلل علينا فرحتنا وانجازنا؟ ليه؟ هو حضرتك ليه دايما، انا بكلم بعض او عدد قليل قليل من الناس اللي بتبعت لي، انا كلامي واضح. ليه حضرتك شايف دايما انجازنا قليل؟ ليه كوبر وهو موجود هنا شايفينه ما بيقدمش افضل كوره؟ يعني شايفين كوبر ده يا عم غير لنا كوبر ده اللي وصل معانا لنهائي كاس امم ونهائي ووصل بينا كاس عالم، ايه الكوره اللي بيقدمها دي؟ طيب مشي كوبر وجه ناس مكانه، النهارده كوبر ده بيوصل الكونغو الديمقراطيه للمرحله النهائيه، كل الناس على السوشيال ميديا شايفين كوبر ده عبقري. ما هو العبقري ده هو اللي كان موجود معانا، شفناه ليه عندنا قليل؟ ما هو كان نجم عندنا بنجومنا ولاعبتنا. ليه احنا دايما بنقلل في الشيء؟ لا منتخب مصر كبير وكيروش مدير فني جيد واحنا في ظهر المنتخب الوطني. أنا شخصياً في ظهر المنتخب الوطني وحفضل طول عمري أبص على نص الكوباية المليانة وحقول الأسيست بتاع صلاح ده بتاع معلمين وجون النني ده جون عالمي، حفضل أقول كده. اختلف اتفق زي ما أنت، حفضل أفرح بالحاجة وحفضل أبص على نص الكوباية المليان وحبص في ورقتي وحعمل كل حاجة أنا مقتنع بيها إنها صح، لأن أنا عندي حلم واحد بس، مصر تكون موجودة في كأس العالم، نصلح أداء، نصلح، نتكلم على فنيات، نصلح الفنيات، نتكلم على كرة حلوة، كل ده احنا كلنا مع بعض فيه، كلنا مع بعض فيه، ولكن مساند ثم مساند ثم مساند ثم داعم ثم داعم ثم مساند لمين؟ لمنتخب مصر وللمدير الفني اللي هو كيروش اللي هو مش قريبي، ما عنديش بيه صلة قرابة، ولكن طالما ان انت بقيت مدير فني لمنتخب مصر خلاص احنا في ظهرك، داعمين ليك، مساندين ليك، لان في الاخر هو ده حلمنا، وبعد كده نتحاسب وخش على الخطوه اللي بعدها وبعد كده نشوف وندور على الكره الحلوه بس نكسب ونوصل، نكسب طول ما احنا بنكسب ابص على المكسب وابص على اللي بعده، عندي ماتش يوم الثلاث عايز اكسب، اشد من قذر اللعيبه، ما افضلش اشد من الناس، صلاح يشتغل ويعمل اسيست، لا عايزه اجيب اجوال، لا عايزه يشتغل لوحده، لا عايزه زي في ليفربول. طب ما اشوف الحاجه الكويسه وعلق بعد كده على الحاجات اللي انا عايزها انها تتصلح. صلاح اسطوره من اساطير العالم،
صلاح أسطورة من أساطير العالم، أفتخر إن صلاح مصري. ده رأيي، نختلف نتفق رأيي، وهيفضل رأيي بغض النظر. دايما مكسب المنتخب شيء مهم بالنسبة لي، وجود المنتخب الوطني في المحافل الكبيرة هو ده الهدف الرئيسي ليا. ده قناعاتي. كمان كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني كان ليه وجهة نظر شرح فيها المواضيع بالتفصيل في المؤتمر الصحفي، نشوف قال ايه. About how we finish in March. الموضوع مش بيعتمد على احنا هنبتدي ازاي، الموضوع بيعتمد على احنا هننهي ازاي في مارس. And there is one conclusion that is very clear after this games that we got the qualification. في تحليل نهائي بعد كل ده اللي هو ان انت او النتيجه النهائيه ان انت قدرت توصل للتصفيات. When we arrived was 2 points behind the first team in the group. لما تكون انت مثلا خلف الفريق المصدر المجموعه بنقطتين. Now we still have 90 minutes to play this qualification. We are already qualified. لسه عندك، لكن دلوقتي انت لسه عندك 90 دقيقه تلعبهم وانت اصلا متاهل يعني. عبدالله سعيد عندنا مشكله بسيطه مع عبد الله، عندنا مشكله مع عبد الله سعيد. You'll be out of this game for sure for injury reasons. لان هو للاسف بسبب الاصابه هيكون خارج المباراه. Force one change. فده هيجبرك انت او هيخليك انت يبقى عندك تغيير. We have also still have doubts about Fatouh. عندنا بعض الشكوك لسه بخصوص فتوح. Only tomorrow we have another examination with him. بكره عندنا اختبار تاني معاه بخصوصه عشان نقدر نعرف. Akram have 2 yellow cards. أكرم تقريبا عنده كارتين اصفر. And we have also some players with 1 yellow card. وعندنا كمان بعض اللعيبه عندهم كارت اصفر. So when we put this together. فلما تحط كل ده مع بعض. Of course, I think it is advisable to use this opportunity to give one step forward. فأعتقد الأفضل أنت تستخدم الفرصة دي إن أنت تتحرك خطوة للأمام. So injuries for sure they cannot play. بالنسبة للإصابات أكيد اللعيبة مش هتقدر تلعب. In March, in my opinion, you need one explosive formula to succeed. في مارس اعتقد احنا محتاجين زي توليفه كده مهمه، بتكون يعني توليفه قويه جدا عشان تقدر تنجح. قويه جدا المدرب قال الانفجارات قويه جدا يعني. I saw in this period we have a good chance. اللعيبه اللي انا شفتها بالروح اللي عندهم دي اعتقد ان احنا عندنا فرصه كبيره to qualify for the World Cup. ان احنا نتاهل لكاس العالم. Second. تاني حاجه. You need a special very good preparation. محتاج تعمل تحضير خاص جدا وجيد جدا يعني. You only have a World Cup every 4 years. انت عندك كاس عالم كل 4 سنين. And I think must be the option of Egypt to make it clear what is the priority for Egyptian football from now until March. واعتقد مهم جدا ان احنا نقول ايه هي اولوياتنا من هنا لحد مارس بالنسبه لكره القدم المصريه، ايه هي الاولويه؟ This basket unfortunately is too small. السله دي للاسف هي صغيره جدا. You cannot put together the clubs and the World Cup. ما تقدرش تحط كل الكاسات مثلا وكاس العالم. You need to put one priority in this small basket. أهمية واحدة بس، ومحتاج تحط واحدة حاجة واحدة بس في السلة الصغيرة دي. Be realistic. وفي مصر محتاجين احنا نكون واقعيين شوية. Not keep going living with the dreams of African Cup of Nations that happened 10 years ago. وما نقدرش نحلم بكاس العالم، بكاس افريقيا اللي حصلنا عليها تقريبا من 10 سنين. نفس كلامنا تقريبا كيروش، هو هدفه الرئيسي الوصول لكاس العالم، واحنا في ظهره ومعاه، وان شاء الله باذن الله منتخبنا يوصل. النهارده السوشيال ميديا في مصر كلها بتحتفل بكوبر بوصول الكونغو للمرحله النهائيه في تصفيات كاس العالم. كوبر النهارده ومحمود فايز الكونغو الديمقراطيه، محمود فايز النهارده وكوبر هما الحقيقه حديث السوشيال ميديا في مصر، لان كوبر ومحمود فايز كان ليهم دور كبير جدا مع الكره المصريه في اوقات كثيره جدا وفي وجودنا لكاس العالم. محمود فايز مساء الخير.
محمود مساء الخير. مساء النور. الو محمود كابتن ازيك؟ انت سامعني كده؟ بس الصوت واطي شويه معلش. طيب الف مبروك، والحقيقه احنا سعداء بيك جدا وبكوبر وبادائكم. قول لي شعورك بعد التاهل، وقول لي اخر الاخبار هناك واخر الاخبار اللي بنسمعها على التغييرات. الميكروفون معاك، اتكلم بقى زي ما انت عايز. الصوت مش واضح قوي. طيب عايز ارجع كده اجيب كوبر عشان اتكلم على شويه حاجات. حطوا لي على الشاشه كده وفكرنا بكوبر ومحمود فايز عشان اقول لكم شويه مواضيع مهمه جدا. بس الاول اما نشوف كوبر قدامنا وافكركم بكوبر محمود فايز اسامه نبيه احمد ناجي. ليه اللقطه دي ايهاب لهيطه كل فانتا؟ ليه اللقطه دي معايا دكتور محمد ابو العلا دكتور الابراشي؟ ليه اللقطه دي هي لقطه حلوه؟ افتح بقى الكادر كده. ده طبعا لقطه يعني تحية العلم من أحلى وأسعد اللحظات دايما اللي احنا بتبقى مؤثرة معانا جدا. هرجع أتكلم على اللقطة دي، بس نروح الأول محمود فايز. محمود مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، عامل إيه الأخبار؟ وحشني كتير. أخبارك إيه؟ كله كويس؟ كله بخير والله، الحمد لله الحمد لله. محمود ألف مبروك التأهل، احنا فخورين بيكوا جدا، سعداء بيكوا جدا، وعايزك تكلمني على الأداء على التأهل، وتكلمني كمان على الأزمة المثارة هناك دلوقتي. والله الحمد لله، الاول قدرنا الحمد لله احنا نكسب مباراتين مهمين جدا اخر الماتشين دول، كنا احنا في المركز الثالث، لكن ربنا كرمنا الحمد لله فقدرنا نكسب الماتشين. بص هو تقريبا الازمه تعتبر هي ازمه اداريه اكثر منها فنيه. اعتقد الحكم بيتلخبط بين الفترات، لان في تغييرات جت ورا بعض بين كل تغيير والتاني تقريبا دقيقه او دقيقتين، وفي لعيبه اتشالت على النقاله، فمن المعتقد ان هو اتلخبط في عدد الفترات. ان هو حد احنا سالناه في الفتره الاخيره، الاداري بتاعنا ساله نقدر نعمل التغيير، قال لك اه تقدر تعمل التغيير، فعملنا التغيير في الدقيقه 90. فحتى اتصالاتنا وكده حاولنا نتصل بالناشئ وكده، قال لك لا دي كلها تعتبر يعني خطا اداري، ما ان شاء الله مش هياثر على نتيجه المباراه. بس انما على الاداء بشكل عام الحمد لله قدرنا ان احنا نتاهل. طبعا الوقت ضيق جدا، صعب جدا خلال فترات الكورونا، خاصه انك انت اللعيبه بتجي لك يوم واثنين وبتلعب ماتش، فبالتالي اللعيبه جايه لك كلها من اوروبا، بتعمل ريكفري وشويه محاضرات وشويه فيديو، وبعد كده تبدا تلعب المباراه بتاعتك وبتتواصل فيها. يعني انت حضرتك عارف ان احنا الفريق حوالي في شهر 6 ما لحقناش نلعب اي مباريات، ما فيش اي تجهيزات للاسف، بدانا على طول تصفيات في شهر 9. فهم عندهم امل كبير، عندهم مشروع عايزين يحققوه لفتره طويله، عايزين يكونوا منتخب قوي. هم للاسف ما تاهلوش لبطوله افريقيا اللي هي في الكاميرون، فتعاقدوا معانا مع مستر كوبر ومعانا عشان خاطر ان احنا نبني منتخب قوي ونقدر نحقق فيه ان شاء الله ننافس على الوصول لكاس العالم، وان شاء الله في بطوله كاس الامم الافريقيه ان شاء الله السنه اللي جايه. هل 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 يعني الحاله اللي على السوشيال ميديا والناس اللي سعداء بيكم هنا في مصر عامله لكم واصله لكم عامله لكم حاله سعاده؟ ليكم ذكريات كتيره وانتصارات كبيره في مصر. طبعا جدا جدا جدا، احلى ذكريات كانت مع منتخب مصر، وبنحاول نكررها دلوقتي مع منتخب الكونغو، جماهير كبيره جدا حوالي 90 مليون برضو، فرحه الناس النهارده بعد المباراه. طبعا غصب عني الذكريات بترجع دايما لمنتخب مصر وقد ايه احنا فرحنا الناس في مصر. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نسعد الشعب الكونغولي هنا. فطبعا مسجات كتير جدا ورسائل ومقابلات، وناس بتعرض علينا على طول مقابلات ومكالمات واتصالات. فطبعا سعيد بالحاله اللي موجوده في مصر، الناس فرحانه بيا انا خاصه كمصري، وطبعا مستر كوبا ان هو كان يعتبر جزء من الشعب المصري، فطبعا مبسوطين جدا وسعداء. هل كوبر في طريقته مع هو جنبي هخليه اتفضل. لو جنبك لا ممكن هاجم ممكن... لو جنبك ممكن بنهاجم وباكين بيطيروا وبتاع وحاجات وفرص بنضيعها، ولا لا لا الدنيا مختلفه شويه، الشغل اختلف، الفرقه طايره يعني، الشغل الفرقه طايره وبتاع. لا بنحاول نعمل التوازن من الدفاع، وبنحاول نبني بنحاول نكون فرقه الاول. يعني هو كانت خسارتهم وعدم التاهل لبطوله افريقيا كانت صدمه ليهم طبعا، هم كانت مجموعه كانت جامبيا تقريبا
وجابون وخسروا 3-4 في ارضهم، فكانوا حاولوا يحاولوا خلاص عايزين نبني بقى منتخب جديد. طب ممكن حتى فترات الكورونا اللي فاتت دي فضل. طب ممكن نبارك لكوبر لو جنبك، ممكن نفتح الشاشه كده الشاشه هو جنب، بس احنا مستر لكن لو ده كده جبت دي اون بروجرام دل نو كومونا نوت كومونا انترفيست لسوس لما انتم ممكن تسالي جو تبقى بيخاز. بس عندنا طياره يا كابتن سيف. احنا يعني بارك له الحقيقه وقول له ان هو وحشنا جدا جدا، وان الجمهور المصري محتاج ان هو يعني يشوفه. كلا كيرن بير كيرن اسكوتشر سيمبري كو سيمبري اسي وانا بيرسونا مي امبورتانتي بانا نوسوتروس كومو ايكيبس. Bueno, muchas gracias. شكرا جدا طبعا. انا سعيد ومبسوط انا بكلمك خاصه يا سيف. انتوا عارفين مش محتاج ان انا اكرر واعيد لكم، انتوا عارفين ان انا بحب مصر جدا من كل قلبي. ومبسوط وسعيد لتاهل المنتخب المصري، ببارك للشعب المصري كله على التاهل. فبالتالي مصر دلوقتي والكونغو مبسوطين الحمد لله. قول له اساله الفتة ما وحشتوش؟ نوكستا نيول الفتة يعني كيف تو باركو ميس. لا لا حاجات كتير وحشاني في مصر بصراحة. بحاول ان انا اتاقلم بشكل سريع على البلد الجديده اللي انا جيتها. دايما اهم حاجه اللي موجود جوه القلب، اللي في القلب في القلب. بعيدا عن الفته اللي في القلب في القلب طبعا، عن حب للشعب المصري والذكريات الجميله انا عشتها هناك. اكتر 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 لعيب اول رمضان ليا في رمضان. اكتر لعيب وحش غير طبعا الايجيبشن كينج صلاح، اكتر لعيب وحش في المنتخب مين؟ كين ماس اكسترا اكسترانيا صلاح سجور اوسيل اكسترانيا كين ماس. لا 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 ما ينفعش اقول اسم واحد، هم كتير كلهم بكل مجموعه. ما تحطنيش يا سيف ولا ما تحطنيش يا سيف، ما تضغطش عليا في سؤال زي ده. كل اللعيبه بالنسبه لي طبعا بحب كل اللعيبه بصراحه. قول له الحضري دلوقتي بقى بيدرب بقى مدرب حراس مرمى المنتخب. الحضري ورا اسقونيا اسقونا انت كيلوس. شوف احنا لازم نقفل دلوقتي عشان احنا دايما بنفكر فيه دايما احنا موجودين معاه، بس احنا لازم نحضر الشنط عندنا طيران. فان شاء الله في مصر هنجي لكم حلقه. مبروك يا محمود مبروك، وبارك لكوبر ومبارك لكم واتمنى لكم التوفيق يا رب. واول ما ترجع مستنيينك ان شاء الله معانا في حلقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حبيبي بشكرك اشوفك على خير. بشكرك شكرا جزيلا كوبر، ان شاء الله اشوفك على خير. بشكرك محمود فايز وهكتور كوبر في اول ظهور ليهم الحقيقه، ويعني كان ليهم معانا ذكريات كثيره جدا جدا حلوه. الذكريات مش دايما بالاداء بالنتائج، عشان كده هو ده اللي انا النهارده فتحت بيه حلقتي. انا فتحت حلقتي بالحته دي بالذكريات واللقطات الحلوه. نروح كده في صور لبرج العرب واحنا معانا ماهر جنينه على التليفون ونساله. ماهر مساء الخير. مساء الخير كابتن سيف عليك وعلى كل الساده. فيديوهاتك امبارح مدغدغه الدنيا، يعني ارقامك كبيره جدا ومشاهداته، الناس خلاص اتعودوا ان الافريقي كله معاك. الف شكر لحضرتك، ده بفضل ربنا وبفضل وجودي مع حضرتك، وبهني حضرتك جدا على يعني مداخله مستر كوبر وكابتن محمود فايز، يعني ناس كتير حتى كانت عايزه تتكلم معاهم، فبهني لحضرتك على المداخله الهامه دي جدا يعني. ربنا يخليك يا ماهر. الجديد بقى في موضوع التغييرات، انا مش فاهم القصه، يعني ايه 3 تغييرات غيرناهم 4 يعني ايه؟ بص يا كابتن سيف، انا هقول لحضرتك الموضوع من اوله عشان الناس كلها تبقى فاهمه. منذ احداث الكورونا الفيفا احدث بعض التغييرات في قوانين التغييرات. تمام. الفيفا قال ايه؟ كل فريق بقى متاح ليه ان هو يغير 5 تغييرات. بس ال5 تغييرات اللي كل فريق هيغيرهم يغيرهم على 3 فترات توقف فقط. يعني ايه 3 فترات توقف؟ يعني ممكن يعمل اول توقف تغييرين، وبعدين التوقف الثاني تغيير، والتوقف الثالث تغييرين، كده اصبح ان هو عمل ال5 تغييرات. ده الكلام اللي الفيفا قاله. وقال بين الشوطين لا تحتسب فتره توقف. فمنتخب الكونغو الديمقراطيه عمل تغييراته على 4 فترات توقف وليس 3 فترات توقف.
من وجهه نظري ومن خلال ما يحدث في الاتحاد الافريقي لا شيء هيسيب منتخب الكونغو. الكونغو تاهلت كده خلاص بالفعل. في وقعه مشابهه حصلت بين غينيا الاستوائيه ومنتخب ليبيا في تصفيات بطوله امم افريقيا في الكاميرون 2021، والاتحاد الليبي تقدم بتظلم للاتحاد الافريقي لم يفعل فيها اي شيء. المشكله هنا كلها بتكون عند الحكم، المشكله مش بتكون من طرف الفريق، لان لو المشكله من طرف الفريق كده بامكان اي فريق ان هو ممكن يعمل 6 تغييرات في الماتش او 7 تغييرات والحكم يقبل بكده، لكن هي المشكله كلها تحكيميا من طرف الحكم الرابع. اعتقد ان الكونغو الديمقراطيه خلاص تاهلت بالفعل. الاتحاد الافريقي ما اعتقدش انه هياخد موقف، لان في مواقف مشابهه لم يتخذ فيها اي اجراءات قبل كده بصراحه. وهو ده العدل يعني أكيد. العدل ان هو موضوع ما يخصهوش، في حكم وفي مراقب للمباراه اكيد يا كابتن سيف، يعني هو ده العدل. وانا في حاجه عايزه اخيره اقولها، يعني اكمل يعني كلام هيكتور كوبر مع حضرتك. الراجل ده قد ايه بيحب مصر، وقد ايه الراجل ده كلمته واحده يا كابتن سيف. الراجل دوت الصبح قبل تولي كارلوس كيروش الاداره الفنيه لمنتخب مصر صباحا كان معروض عليه انه يدرب منتخب مصر ب3 أضعاف مرتبه في الكونغو الديمقراطيه، ورفض عشان التزامه مع الكونغو الديمقراطيه والاتحاد الكونغولي ووزاره الشباب والرياضه في الكونغو الديمقراطيه. واثبت ان هو راجل محترم جدا بينفذ وعوده، وبكلمه واحده ابقى نفسه في مع الكونغو واهلهم للمرحله الاخيره من التصفيات. ومعانا الحقيقه الراجل محترم وراجل ملتزم جدا الحقيقه. اكيد اكيد وصلنا كاس عالم، يعني في البطوله كانت هامه لينا بالنسبه لنا كلنا. بص يا مار، انا عايزك الاسبوع الجاي بقى عايز كواليس الكواليس، يعني عايز بقى ايه حاجات كده، فاهم قصدي، عن نجوم افريقيا بياكلوا ايه بيشربوا ايه، يعني عايز ننغمس في تفاصيل التفاصيل. اكيد كل حاجه ان شاء الله يا كابتن مع حضرتك يا كابتن. بشكرك يا ماهر، ان شاء الله اشوفك الاسبوع الجاي على خير. بشكرك. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا. ماهر جنينه نجم القاره الافريقيه في كواليسها، واعتقد ان كده خلاص الامور ماشيه على خير وان الامور ماشيه في طريقها الصحيح. طيب الجزء في موضوع مهم جدا جدا انا اتكلمت فيه قبل كده، ولكن مش عارف يعني بقعد اشرح الموضوع واتكلم والناس برضو واقول لكم الحكايه والروايه. انا هنا عهدي مع حضراتكم، في موضوع اقول لكم سمعت، وفي موضوع اقول لكم سالت، وفي موضوع اقول لكم على ضمانتي الشخصيه. على ضمانتي الشخصيه ده ببقى سالت فيه وجايب المعلومه من المصدر، انا بغشش حضراتكم اهو. بن شرقي، بعض الناس قال لك ان بن شرقي في الزمالك وبن شرقي عنده 4 عروض، وبعض الناس قالت لك ان بن شرقي النادي الاهلي بيفاوضه. طيب هل النادي الاهلي بيفاوض بن شرقي؟ من المؤكد بنسبه 1500% ان لا. واحد يرد يقول لي طب بن شرقي الاهلي ما بيفاوضوش. ايوه بن شرقي اللي هيبقى معانا على الشاشه ده نتفرج عليه. سلام عليك يا نصر على طول معايا ثانيه بثانيه. طيب فبعض الناس تقول لي يا عم انت كل مره هتقول لنا ان الاهلي ما بيفوتش فلان، ونيجي نلاقي الاهلي او فلان بيلعب في الاهلي. طيب اقول لحضرتك امشي معايا واحده واحده. بن شرقي دلوقتي في مرحله التفاوض، هو لاعب في النادي الاهلي اثناء ما هو في نادي الزمالك. حاضر انا اسف، اثناء ما هو في نادي الزمالك الاهلي بيفاوضه؟ لا ما بيفاوضوش. انا سالت امير توفيق، امير انتوا ممكن تفاوض بن شرقي؟ قال لي لا، طول ما بن شرقي لاعب في النادي الاهلي مفيش تفاوض معاه، ولا كلمناه ولا هنكلمه ولا الزمالك انا اسف دخلنا في الموضوع اصلا. طيب ممكن يروح الاهلي؟ لا مش ممكن يروح الاهلي حاليا، ولكن لو هو بقى فري وفي اي نادي وارد ان احنا نفاوض اي لعيب خلص عقده فري في اي نادي في اي حته في العالم. اذا بن شرقي زملكاوي موجود في الزمالك، ولا يوجد تفاوض من الاهلي عن طريق اي بني ادم. انتهاء عقد بن شرقي مع الزمالك او بن شرقي يروح لنادي تاني ممكن الاهلي يفاوضه؟ كل شيء جايز. ده كلام الاستاذ امير توفيق على لسانه مني انا شخصيا. طيب نروح للاستاذ طارق جبريل امين صندوق نادي الزمالك. طارق مساء الخير. مساء الخير كابتن سيف. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام الله يخليك. كله تمام؟ الحمد لله. والله يا فندم انا دايما يعني
بدعي لك ومشفق على حضرتك وعلى مجلس إدارة نادي الزمالك من الالتزامات والأزمات. يعني هتعملوا إيه؟ ربنا معانا. يا ربنا معانا كلنا يا فندم إن شاء الله بإذن الله. ربنا معانا. التزامات كتيرة جدا، يعني بنصحى كل يوم الصبح بخبر غرامة، عقوبة، فلوس، دولارات. طب ده كله هيجي منين؟ والله أنا مش عارف أجاوب على حضرتك في السؤال ده الحقيقة. يعني الأمور زي ما حضرتك قلت صعبة جدا جدا، وكانت صعبة جدا جدا، كل يوم بتزيد صعوبة. بنتفاجئ زي ما حضرتك قلت كل يوم، يوميا بنتفاجئ بقنابل يدوية. ومش في مجال، ومش في مجال كرة القدم بس، لا في كل حاجة. يعني كل شوية بنتفاجئ بحاجة فيها التزام على النادي. وبنتفاجئ عليها لان كمان احنا مبقاش عندنا يعني حضرتك في حاجات مش ما بتبقاش واضحه اساسا، يعني مش عارفينها. يعني حضرتك مثلا الجوابات اللي جت بتاعه الاخير المصريين الاثنين اللعيبه اللي هي جت من الاتحاد المصري، جوابات جت من الاتحاد المصري او هي معموله من الاتحاد المصري. احنا اتفاجئنا بيها من 10 ايام، من 6 شهور، احنا ما عندناش فكره اساسا عن الاثنين اللعيبه دول. مشوا ازاي وقدموا ايه للاتحاد او ما قدموش ايه للاتحاد، او الاتحاد حكم لهم بايه الحالة المصري، ما نعرفش. فاتفاجئنا بجوابات حتى جانا مش من اللعيبه الحقيقه. يعني جات لنا على الواتساب جوابات، فقلنا يمكن الجوابات دي فيك او فيها اي مشكله. سالنا قالوا لا الجوابات دي حقيقيه معموله فعلا من يناير 2020. فبغض النظر عن مبلغ كبير ولا صغير، لكن بقول لك زي ما حضرتك قلت كده احنا كل يوم بنتفاجئ بحاجه. وكلها طبعا يعني 99% من الحاجات اللي جات لنا واتفاجئنا بيها والالتزامات الكبيره الموجوده كلها طبعا من المجلس السابق. طب الحل يا فندم، يعني روشتا الجمهور دلوقتي او جمهور نادي الزمالك دلوقتي نفس الامور تتحل، الامور الماديه. انا مش عارف انتوا حركتوا دلوقتي الامور الماديه هتتحل عشان اخلص القديم ولا اجدد للفرقه اللي موجوده، وهل في تحسن للامور الماديه في الملف قدام حضرتك ولا يعني الوضع ايه؟ بص حضرتك احنا في الست شهور اللي فاتوا او الخمس شهور ونص تحديدا، احنا الحمد لله ربنا اراد ان احنا ننجح في ملفات كثيره جدا. احنا داخلين نادي فوق ال 300 مليون جنيه خلال الست شهور اللي فاتوا، وده بنعتبره انجاز من ما فيش، لان في موارد كثيره جدا كانت واقفه علينا. يعني زي مثلا حضرتك مثلا محلات الناس تحسدنا عليها، عندنا 200 محل ولا 216 محل، حضرتك اغلبها متاخده لخمس سنين وعشر سنين قدام. فحتى احنا جايين النادي ما فيش غير بعض المحلات القليله جدا، نسبه قليله جدا من ال 200 محل. ده غير طبعا في محلات ايجارات قديمه وقضايا، ويعني طبعا في مشاكل اخرى يعني. لكن المحلات اللي فاضيه او اللي ايجاراتها معقوله وبتجيب ايراد للنادي اغلبها متاخد لسنين قدام. ومع ذلك احنا الحمد لله ربنا اراد ان احنا ننجز ملفات كثيره وجبنا فلوس وصرفناها، لان طبعا موارد النادي في ظل الظروف الصعبه دي ما بتكفيش. طيب ما هو الروشتة فندم دلوقتي اللي احنا عايزين اقول لحضرتك من حضرتك يعني ازاي الامور تتحل؟ اقول لحضرتك بص، النادي ممكن يقف على رجله ثاني ومش بصعوبه وفتره وجيزه جدا، لكن الحقيقه عدم الاستقرار اللي موجود. يعني بص حضرتك يمكن هتتفاجئ بالكلام ده، ناس كتيره جدا بتقول اللجنه دي عايزه تقعد، اللجنه دي عايزه تمد، اللجنه دي مش عايزه انتخابات. لا حضرتك روشتا نعمل انتخابات بكره. يعني روشتا نعمل انتخابات بكره. احنا مثلا مقدمين بعض الامور اللي بتجيب فلوس، اللي تجيب فلوس للنادي. مثلا وزاره الشباب والجهه الاداريه. الجهه الاداريه ما بتوافقش على الحاجات اللي احنا بنقدمها. ليه؟ او متعطله هناك. ليه؟ عشان المفروض الانتخابات قربت، يبقى المجلس المنتخب هو اللي يعمل الحاجات دي. تمام. يعني هي مش ضدنا، يعني اقصد ان ليها منطق معين. هذا المنطق بالنسبه لي انا مش مقبول الحقيقه يعني. يعني مدين حاجه من شهر مثلا عشان تجيب لنا فلوس واقفه. طب ما احنا هنشتغل ازاي؟ تمام. يعني طب احنا جايين ليه؟ ما جايناش واحنا بنجيب فلوس، انا مش عايزين حاجه من الدوله. دولة ليها ظروفها اللي يعني الله يكون في عونها، لكن ما اقدرش انا النهارده كمان بقدم مشاريع معينه او حاجات معينه عشان تجيب فلوس للنادي عشان اعرف امشي الامور. ما انا جاي تسهيل اعمال، طب تسهيل اعمال انا عايز اقول لحضرتك كمان ان نفس المشاريع دي محتاجه
نوع من الاستقرار، يعني الاستثمار اللي حضرتك هتدخله والمستثمرين اللي هيخشوا هم نفسهم محتاجين يحسوا برضو بنوع من الثبات فترة 3-4 سنين. انا بشتغل مع حضرتك 3-4 سنين، فمحتاج ان انا اعرف ان انت اللي موجود او المجلس ده اللي موجود، فدي برضو جزء محتاج استقرار. والله لك حق، انا بتكلمش عن مشاهد طويله المدى، لا طويله المدى انا عارف يعني عارف، برغم ان احنا عاملين دراسه ومجهزين كل حاجه بتاعتها، والمجلس اللي جاي بقى ايا كان المجلس اللي يشتغل فيها مفيش مشكله، احنا عارفين في مشروع بعض المشاريع حضرتك بتقول لازم يكون طويله المدى. يعني منهم مثلا مشروع كنا هجيب فلوس كويسه جدا جدا للنادي من حوالي شهر ونص شهرين، المستثمر الرئيسي رفض. بقى لما قرص ماشيين شوط يعني قال الله ما في انتخابات قربت، طب ما الله اعلم مين اللي جاي، طب اللي جاي ده هيشتغل معنا كويس ويريحنا وناس كويسه ولا ناس عكس ذلك، فانا يعني مؤقتا بنسحب لغايه بعد الانتخابات. فحضرتك لك حق، لكن في بعض الحاجات الثانيه اللي مش محتاجه الكلام ده، يعني في بعض الامور بتقدمها مش محتاجه ولا وقت ولا محتاجه ان حد يكون قاعد 4 سنين و5 سنين، ومع ذلك واقفه خلاص ليها منطق، يعني الجهه الاداريه ليها منطق ان خلاص شهر ولا اثنين والمجلس الجديد جاي فيستنى. طب احنا نشتغل ازاي؟ يعني لها منطقه ومقبول واحنا قابلين ومفيش مشكله، طب احنا نشتغل ازاي؟ يعني ما كلنا عندنا تولز نشتغل بيها، يعني التولز كلها بتتقطع. طب هل حضرتك في تولز ان يتوفر لحضرتك سيوله الفتره الجايه تقدر تجدد بس مع لعيبتك؟ انت عندك لعيبه تمضي في يناير اللي جاي. والله بس حضرتك انا شايف شخصيا يعني لا، هو عشان كده بقول لحضرتك يا روشيتا انتخابات بكره، احنا عايزين انتخابات بكره. فدلوقتي احنا المفروض ان الخطه ماشيه ان بعد يوم 23 مباشره هنعلن عن الانتخابات، هتاخد 45 يوم 23/11 بعديها يوم 25/26 ايا كان قبل اخر الشهر نكون اعلنا ان في انتخابات ومواعيده، ومواعيد طبعا 45 يوم زي ما حضرتك عارف، اقل حاجه 45 يوم. صح. انا نفسي ال 45 دول يجروا ويجوا بكره ايا كان المجلس اللي جاي. صح، ده هو ده الاستقرار، هدي روشته. انما هنعمل ايه بقى في ال 45 يوم؟ الله اعلم. الله اعلم. كلام الحقيقه واضح وكلام محترم جدا. ما يخص يا فندم محمد ناصف وازمته، هل يعني في حلول وديه ليها؟ شوف كل شيء وارد، كل شيء وارد. يعني مواريد اصل اي حاجه، المواضيع كلها بقول لك جديده وعندها التزامات كثيره جدا، مش محمد ناصف بس، عيني وراسي راجل اللي عنده مستحقات ياخدها، ما فيش حد معترض على المستحقات لناس، لكن في ظل الظروف ديت انا يهيأ لي كله هيترحل لغايه بعد المجلس اللي جاي. صح، كلام كده يعني كلام نعم على عيني وراسي، انا واحد عنده حق طبعا حقه يعني، لكن صح. هل كلام محترم جدا يا فندم، بشكرك طارق بيه. العفو. بشكرك يا فندم الاستاذ طارق جبريل امين صندوق نادي الزمالك، الراجل الحقيقه اتكلم فتح قلبه بمنتهى الصراحه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله كل الهدوء وكل الاستقرار لنادي الزمالك، ونتمنى الامور تمشي، ونتمنى يبقى في انتخابات وفي هدوء بشكل كويس. معانا صلاح محسن نجم النادي الاهلي ونطمن عليه. صلاح مساء الخير. مساء الفل يا كابتن، مساء الفل. اخبارك ايه؟ وحشني، عامل ايه؟ الحمد لله والله، انت اخبارك ايه؟ طمنا عليك. كله كويس؟ كله زي الفل والله الحمد لله. ما وحشكش النادي الاهلي اللي قدامنا بقى وجمهوره اهو اللي على الشاشه، ما وحشكش؟ لا طبعا وحشنا والله، وحشنا الجمهور وحشنا كل حاجه. طيب طمنا عليك الاول. انا والله الحمد لله كويس، حالتي بقت كويسه وابتديت انزل تدريب كده الملعب، وان شاء الله ربنا يكرم الفتره اللي جايه ابقى موجود يعني. امتى ممكن ترجع والاصابه وصلت ليه؟ والله انا فاضل لي حاجات بسيطه كده في الشارع، حاجات بسيطه كده، وان شاء الله يعني ابقى متواجد مع الفريق ان شاء الله. يعني التوقيت قد ايه؟ ممكن ان شاء الله تبتدي كوره امتى؟ لا انا خلاص ابتديت كوره، بس انا بس تدريجيا كده لحد ما ان شاء الله يعني زي ما اقول لك حاجات بسيطه كده. ابقى ان شاء الله يعني انا جاهز 100% ان شاء الله. تمام، هل حصل حديث بينك وبين موسيماني؟ ترجع ازاي؟ تبتدي ازاي؟ تاخد ازاي؟ هو بصراحة كل يوم ببقى معاه في المحاضرة، ببقى محتاجني في المحاضرة، حتى لو في الماتشات طبعا بيفضل يبعت لي حد اللي انا موجود معاه، واشوف ابص على الناس بتتحرك ازاي وبيلعبوا ازاي. انا هو بصراحة دايما بيبقى محتاجني دايما في المحاضرات حتى وانا مصاب يعني. يعني اعتقد ان الاصابة دايما بتبقى سوء توفيق، ولكن الحمد لله الف سلامة ان انت رجعت بصحة جيدة والامور ماشية كويس، ولكن يعني اكيد انا بحط نفسي مكانك، انت لعيب كبير وموهبة كبيرة وراجع بقى والدنيا زحمة قوي. لا هو الحمد لله طبعا في الاول وفي الاخر دي حاجة من عند ربنا، وان
ان شاء الله ربنا يكرم ولما ارجع. شايف الفتره اللي فاتت انا ماشي كويس الحمد لله، وربنا يكرمنا اول ما ارجع ان شاء الله اعمل اللي عليا واجتهد وربنا موجود. يعني شايف ان المنافسه بقت صعبه؟ اه طبعا، مع لعيبه كبيره طبعا منافسه صعبه ولعيبه على مستوى طبعا، وربنا يكرم انا اعمل اللي عليا وان شاء الله يعني افرح جمهور النادي الاهلي زي ما انا طبعا بفرح من الفتره اللي فاتت. هل الاهلي الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات؟ هو الاهلي دايما مختلف كابتن سيف، ان شاء الله السنه دي هيبقى في حاجه ثانيه خالص وبطولات ثانيه وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. انت من اللعيبه اللي موسيماني بيحبها قريب لقلبه يعني؟ اه يعني تقدر تقول زي كده، حاجه زي كده. لو موسيماني اخدك كده وجاب اتنين ليمون وقعدتوا تشربوا اتنين ليمون مع بعض وسالك سؤال هو لو ممكن يساله لك، بس لو سالك المكان اللي انت بتحب تلعب فيه الافضل ليك عدلتك تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اه بتوقعني كده دايما. لا والله ما فيهاش حاجه، لا انا عارف انك هتلعب في اي حته، بس يعني المكان اللي انت تقول له ايه؟ اه لو لعبتني هنا استنى صلاح بقى. انا طبعا معاه في اي حاجه، هو راجل بيوظفني في الحته اللي هو شايفني ابقى مناسب فيها، بس انا دايما انا شايف ان انا دايما الفتره اللي انا بلعب فيها وكنت فايق فيها كنت دايما بلعب فيرود صريح. يعني فيرود صريح ده المكان الافضل ليك؟ يعني معنى كده ان انت بقى ايه مع زملائك محمد شريف وحسام حسن والمجموعه اللي موجوده؟ اه ان شاء الله باذن الله صلاح ترجع وتكسر الدنيا وتفضل تبص للناس وتشاور كده زي بصتك دي، وان شاء الله باذن الله ترجع للمنتخب وتتالق وتكون فتره كويسه، ودايما يعني زي ما بقول لك كده ايه ما دقت الا لما فرجت. ان شاء الله كتر ربنا كبير. بشكرك يا حبيبي واشوفك ان شاء الله باذن الله على خير ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. صلاح محسن نجم النادي الاهلي. فتره اصابه اي لاعب بتبقى صعبه، ولكن كمان رجوعه في زحمه بالشكل ده كمان رجوعه بيبقى صعب، لان في نجوم كتيره جدا جدا موجوده دلوقتي، مش نجم ولا اتنين ولا تلاته، النجوم الحقيقه يعني كثره في النادي الاهلي. بعض الناس تقول لك كثره النجوم دي مشكله، اهو دي بقى الحاجه اللي انت تقف عندها وتضحك وتبتسم، يقول لك ما هي دي قوه مدير فني. المدير الفني عامل زي الطباخ، عامل زي الشيف كده، انت بتوفر له كل الخامات، هو بقى هيطبخ بايه؟ الطبخه هتبقى عامله ازاي؟ الخامه هتبقى عامله ازاي؟ ده موضوع مختلف تماما. موسيماني شخصيه عادله، دايما بقول كده، انا مقتنع جدا بالراجل ده، ومقتنع جدا بالراجل ده ان الراجل ده بيصحي اللعيبه نفسيين لان بيعمل روتيشن عادل، اللي جاهز بيديله واللي مش جاهز بيريحه، وحتى لو ريحه وهو متألق أو متفوق سرعان ما بيعود تاني للملعب وبيتألق وبيتفوق، حاجات كتيرة جدا بنقف ونتكلم عليها بشكل كبير. طيب ده ما يخص موسيماني. أروح بقى أكمل كده أخباري مع النادي الأهلي نشوف. رامي ربيعه مطلوب في 4 أندية في يناير، طلب اعاره. رامي لعيب كبير وواضح ان هو يعني التنافس صعب مع المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي. الحزم بيجدد التعاقد مع حسين شحات، ولكن حسين شحات متمسك ومصمم مع النادي الاهلي. ديانج بقى عرض تركي، عرض فرنسي، عروض كتير جدا جدا لديانج، ولكن ديانج رايح فين؟ محدش عارف. في حته انا هنا بخاطب فيها الإعلام، إيه؟ بتكلم نفسك؟ أيوة بكلم نفسي. أي معلومة إحنا بنقولها نتأكد منها كويس، لأن في ظاهرة دلوقتي جديدة، وكلاء اللاعبين يجي يقول لك اللاعب الفلاني جاله عرض، فأنت تطلع تقول اللاعب الفلاني جاله عرض، فإدارة النادي تشوف إن اللاعب الفلاني ده ما بيلعبش، فيبتدي تحس إن هو مطلوب، فيبتدي يمثل ضغط إن هو يلعب. إحنا بالبلدي كده ما بناكلش من الكلام ده. احنا بنطلع نقول المعلومه اما يبقى في عرض، انا دايما على المستوى الشخصي اقول له ابعت لي على الواتساب صوره من العرض ده، واحاول اتواصل مع النادي بره او مع الشركه اللي بعته واسال واشوف، لو جاي له فعلا اطلع اقول الخبر، مش جاي له كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير خلاص. لكن قصه ان هو جاي له بالبق دي ما انساها،
يعني دي الحقيقة أنا ما بهتمش بيها كثيرا، لأن في الآخر لازم الحاجة أو لازم القصة تبقى يعني قدام بعض. عارف لما تيجي تقرأ رواية فلازم الكلام اللي أنت بتقوله يكون هو اللي مكتوب في الكتاب. إماجي النهاردة أقول لك في عرض تركي لديانج، طبيعي يعني ده موضوع طبيعي، من 6.5 وصل لـ7 وصل لـ7.5 طبيعي، بعد ماتش الأهلي والزمالك الناس متمسكة طبيعي طبيعي طبيعي، في عرض من نادي فرنسا لديانج فورمته وجاهزيته تؤهله لكده، لعيب فايق ولعيب قوي وبنيان قوي، لعيب سريع، لعيب عنده فينشنج رائع. بغض النظر بقى ان الاهلي هيطلب كام، الاهلي عايز يقف عند 7، عنده طموح في 9، شايف ان يروح لـ10، الاهلي عنده حسبه ان ما عندوش بديل في الحته دي، شايف ان هو مش هيقدر يجيب بديل في الحته دي بالارقام دي، شايف ان هيبيع بس في توقيت معين مش دلوقتي، عنده طموح معاه في البطوله الافريقيه، عايز يعمل الثلاثيه. يعني انت بتفكر في ايه ده موضوع، ولكن اجي النهارده اجيب لعيب ما بيلعبش وبيلعب الفتره اللي فاتت على فترات، واجي اقول لك جاي له 18 عرض وجاي له 16 صفقه وجاي له، طب جاي له منين اذا كان هو ما بيلعبش في ناديه؟ ممكن يجي له اعاره في نادي تاني اقل فنيا، طبيعي طبيعي انك تقول والله لو ما بيلعبش في انديه عايزاك، ولكن انديه ظروف اقل شويه، اقل صيتا، اقل ظروف ماديه، ده وارد، ده في عالم كره القدم وارد، لان الانديه بتعتمد على ايه؟ هروح للاهلي والزمالك هاخد منهم اللي ما بيلعبش ماشي، لكن انا النهارده اجي على لاعب على دكه البدلاء واقول ان اللاعب ده مكسر الدنيا وجاله 7، حد هيصدقني ازاي؟ حتى اما حد يجي يقول الخبر القصه مش هتمشي، القصه مش هتمشي. فديانج ده قصه طبيعيه، حسين الشحات ده قصه طبيعيه، حسين الشحات متمسك بالنادي الاهلي وموضوعه مقفول. في بعض اللعيبه كده يا جماعه عشان اقصر الطريق يعني هتفضل موجوده في النادي الاهلي لفترات لسنين كتيره، محمد الشناوي، السليه، قفشه، حسين الشحات، انا بقول لكم اهو ايه يعني بالترتيب كده، علي معلول. وعلي معلول ودي اللعيبه اللي هتفضل فتره فتره في النادي الاهلي. خلاص كده، وايمن اشرف، دول مش سهل ان هم يروحوا في حته، قرارهم كده. في لاعب هيفضل افتكروا كلامي ده كويس، في لاعب هيفضل فتره في نادي الاهلي، ولكن لو جاله عرض كبير جدا النادي الاهلي هيسيب، وهو اكرم توفيق. واكرم توفيق في اتفاق على كده، لو جاله عقد بومينج رقم كبير حاجه في حته مختلفه تماما الاهلي هيسيبه، ولكن مش دلوقتي. اكرم لسه صغير ولسه الاهلي عنده طموحات ان اكرم ده يروح حته كبيره ويجيب ارقام كبيره جدا. اكرم الحقيقه يستحق، لان اكرم حاله عنده عزيمه كبيره جدا، لعيب بيأدي بشكل رجولي جدا. اعتقد ان اكرم ده هو احمد فتحي القادم، واعتقد ان هو يتفوق ويعدي، وعنده طموحات ان هو يحترف بره، وعنده طموحات يعمل حاجات كتيره جدا جدا في عالم كره القدم. طب قبل ما اروح لاخبار نادي الزمالك، كابتن شاوي غريب عنده تجمع مع المنتخب الاولمبي، واخد عدد من اللعيبه واخد كمان عدد من الوجوه الجديده. نروح نشوف كابتن شاوي غريب والتقرير عن المنتخب الاولمبي، ونرجع لكم تاني نكمل اخبار نادي الزمالك. مرحبا بيك على تايم سبورتس. بنتكلم النهارده في تجمع المنتخب الاولمبي، شايفين عدد كبير من اللاعبين، لاعبين على مستوى عالي. النهارده بنشوف لاعبين بيلعبوا في الدرجه الثانيه فريق اول، بنشوف لاعبين يعني بينتظر منهم كثير مع الدوري الممتاز المصري في انديتهم بالتاكيد. شايف الاجواء ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيكم في التدريب بتاع المنتخب الاولمبي. يعني زي ما انت بتقول احنا بنشوف اكبر عدد ممكن من اللعيبه، وعندنا يعني المعسكر اتقسم لثلاث مجموعات او ثلاث فترات. الفتره الاولى كانت اللعيبه اللي بتلعب مع انديتها في الدوري الممتاز او بتتمرن بصفه اساسيه، ما بتنزلش خالص في دوري الجمهوريه.
المجموعه الثانيه كانت المجموعه اللي تلعب فيه الممتاز ب او دوري الدرجه الثانيه بصفه منتظمه. المجموعه الثالثه اللي موجوده معانا هي المجموعه اللي افراز دوري الجمهوريه مواليد 2001 اللي كنا بنتفرج عليه بشكل دوري وبشكل مستمر. فبنحاول نشوف اكبر عدد ممكن، ولان كابتن شوقي من ساعه ما تولينا المهمه قعد معانا واتكلم في ان كل لاعب ليه من مواليد 2001 في مصر له الاحقيه في ان احنا نشوفه ونتفرج عليه ونتابعه، بحيث ان احنا لو لقينا حد كويس يستحق ان هو يلبس تيشرت منتخب مصر او يكون متواجد في قائمه منتخب مصر اكيد مش هنتاخر ان هو يبقى موجود في المنتخب، وبناء عليه بنحاول نشوف اكبر عدد ممكن في المعسكر. الاجواء برضو دلوقتي كلنا كويسين والاجواء كويسه، تمرين ومبسوطين بروح كويسه ما بين اللعبة كلها، من اي فرقه كلنا عارفين بعض وكلنا بنيجي نتعرف هنا، فبتبقى الاجواء كويسه، اجواء بتعرف تتمرن وبتعرف تبقى وسط كويس ليك وبتعرف تطلع كل اللي عندك. اجتهدت وطلعت اقرا من النادي الاسماعيلي، نادي كبير، ونادي ملاوي برضو نادي كبير، وان شاء الله هنحقق حاجه مع الكابتن شوقي، والكابتن شوقي بيكلمنا كل شويه، بيعمل معانا اجتماعات عشان نشد حيلنا كده، وهو ان شاء الله ربنا معانا. اخر منتخب اولمبي كان موجود كان عمل انجاز هنا في مصر وخد بطوله افريقيا، بس ربنا ما وفقوش في الاولمبياد، بس برضو خدنا مركز كويس مع منتخب برضو تقيل، هو اللي خد البطوله في الاخر برضو. فاحنا كابتن شوقي بدا معانا برضو بدايه ان احنا عايزين نعمل احسن من المنتخب الاولمبي اللي فات عشان يعتبر ان احنا نجحنا. والله الكابتن شوقي يعني هو بيحفزنا على طول، بيدينا يعني كلام، يعني بيدينا كلام ان هو العب في فرقتك عشان تبقى موجود هنا، لازم تبقى مميز في فرقتك، وبيتكلم على الخط اللي قدام لازم تكون مميز في الخط اللي قدام وتجيب اهداف كتير عشان تبقى يعني مميز في فرقتك وهنا ان شاء الله. يعني طبعا هتبقى صعبه، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعرف نحقق حاجات احسن من اللي قبلنا ان شاء الله. يعني احنا طموحاتنا اللي احنا ناخد افريقيا طبعا، وطبعا في بطوله في الاولمبياد ان شاء الله هنعمل حاجه مختلفه عن اللي حصلت قبل كده. دي اسماء المنتخب الاولمبي وطبعا وجوه جديده. الحبيب ده الحبيب احمد حسن، ده ابن الكابتن احمد حسن، لعيب الحقيقه كبير جدا ولعيب ينتظر ان شاء الله باذن الله مستقبل. هو عامل زي ابوه كده، نفس قطعيه ابوه يعني في الاصرار وفي العزيمه، ولعيب الحقيقه يعني عنده كوره جيده جدا، نتمنى له كل التوفيق. النهارده اول يوم لانضمام، ان شاء الله باذن الله يعني يكون موجود الفتره اللي جايه، وهو زي ما انتم شايفين كده يعني شبه الصقر، اخد من الصقر شعره، المهم كمان يبقى اخد كورته. احمد حسن لعيب كبير جدا ونجم كبير، واحمد حسن اصرار، تاريخ، اخلاق، جدعنه، كل حاجه. اتمنى له ان شاء الله باذن الله للحبيب كل التوفيق. طيب نروح لاخبار نادي الزمالك. اخبار نادي الزمالك نشوفها. دكتور محمد أسامة بيأكد ان إصابة شيكابالا بسيطة، وإن شاء الله بإذن الله تمشي الأمور على ألف خير، خلال أيام هيكون شيكابالا موجود في الملعب. طيب أربع أندية خليجية بتطلب بن شرقي، ولكن بن شرقي هيقرر إيه؟ بعد مداخلة الأستاذ طارق جبريل الأزمة بقت أزمة، لأن مفيش فلوس غير بعد وجود المجلس الجديد أو بعد انتخاب المجلس الجديد. معنى كده ان هنخش شهر واحد، الراجل ممكن يمضي في شهر واحد، هيحصل ايه؟ اتمنى على المستوى الشخصي استمرار بن شرقي في نادي الزمالك. طارق حامد كمان عقده بينتهي، ولكن هنا بقى بن شرقي مش هقدر اوجه له رساله، ولكن طارق هقدر اوجه له رساله. انت لعيب ملتزم ومحترم وادائك رائع واخلاقيات عاليه والتزام ورجوله. انا امنيه حياتي ان طارق ده يكمل في نادي الزمالك، لان طارق ده عمل جماهيريه كبيره جدا في نادي الزمالك. الفلوس في الزمالك ممكن تتأخر، ولكن مش هتروح إن شاء الله بإذن الله تبقى موجودة. لو طارق حامد بيسألني أو أنا بديله نصيحة، أديله نصيحة أن نستمر في نادي الزمالك، لأن قدر يعمل جماهيرية كبيرة وهو واحد من نجوم نادي الزمالك. انفردنا امبارح بأول لقاء للمدير الفني للنادي الإسماعيلي. النهاردة كان في مؤتمر صحفي عرض فيه برنامجه و قدم نفسه، احنا قدمناه قبل ما يتقدم، النهارده كنا في المؤتمر الصحفي وعندنا كمان لقاءات كتير. بعد الفاصل محمود وادي لاعب وادي دجله، لاعب بيراميدز انا اسف، ومحمود وادي طبعا كان لاعب
النادي المصري. محمود وادي الحقيقة راس حربة يعني ولاعب كبير جدا لصولات كذا اكتر من كذا موسم في الدوري المصري، هيكون لنا ليه حديث معاه. ثم بعد محمود وادي معانا الثنائي كابتن خالد الغندور والكابتن هشام حنفي في تحليل خاص جدا عن الكره المصريه والكره الافريقيه والمنتخب الوطني. نروح اسماعيليه وبعد كده نرجع مع محمود وادي بعد الفاصل. طبعا احنا شاهدنا العديد من الفيديوهات لنادي الزمالك وشاهدنا العديد من الفيديوهات لفريقنا، وطبعا سمعنا اراء مساعدينا المصريين اللي بيساعدونا جدا ويهم دور كبير جدا في الفتره اللي جايه. وزي ما قلت قبل كده زي ما ذكرت ان الاتحاد كل الاطراف اللي موجوده حاليا شيء مهم جدا لنجاح الفريق في المرحله اللي جايه. المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي وتوقيع تعاقد رسمي مع مستر خوان براون المدير الفني الارجنتيني في وجود الكابتن محمد طبعا القائم بعمل الترجمه. باشمهندس يحيى يعني في البدايه بنرحب بحضرتك، تاكيد تعاقد مع جهاز فني جديد، رساله حضرتك النهارده للمرحله اللي جايه ان شاء الله. والله احنا عاملين خير ودي بشرة خير ان شاء الله، ومتوسمين خير في الكابتن خوان براون، وان شاء الله هيدي جديد وهيبقى حطافره جديده. وعشان كده العقد احنا عملناه 3 سنين عشان يبدا النادي يعني يبني النادي ان شاء الله لفتره 3 سنين. سؤال حضرتك يا باشمهندس يحيى، 3 سنين هل هي رساله من حضرتك عايز تقول للجهاز الفني لا في مرحله استقرار للفتره اللي جايه عايز توصل لهم حضرتك؟ مفيش كلام، ده هو ده الاساس. وخلي بالك 3 سنين دول يعني فيها شروط كويسه، احنا عملنا العقد اتفاق جميل جدا، هو الراجل متعاون معانا وعايز يدي حقيقه يعني ينجح، واحنا عايزين ننجح، هو ده هدفنا، فان شاء الله ننجح ان شاء الله. ان شاء الله باشمهندس. 31/10 كان طبعا وجود حضرتك بشكل رسمي على رأس النادي الاسماعيلي النهارده، اهو احنا بنتكلم في 13/11 الاسبوعين اللي فاتوا كواليسهم كتيره قوي، ايه الرساله اللي حضرتك عايز تقولها لجماهير النادي الاسماعيلي بشكل عام؟ والله احنا بنشتغل ليل نهار، انا شخصيا واخد معسكر هنا الساعه 2 بالليل كل يوم بروح بس انام، فاحنا عاملين معسكر هو الراجل معانا والله صحيح لا حقيقه يعني. والله احنا بندعم اللعيبه ونشد من ازرهم واحنا دول معتمدين عليهم ومستقبلنا كله مرتبط بيهم ان شاء الله، فاحنا عايزينهم يشدوا حيلهم وكل مستحقاتهم هتندفع ان شاء الله وكل حاجه هتبقى زي الفل، ويصبروا علينا شويه وان شاء الله كل حاجه تبقى زي الخير. حضرتك ان شاء الله بالفتره اللي جايه بدعم كل الناس ان شاء الله، واحنا هنكسب الماتش الجاي ان شاء الله، وانا بعلم زي ما عملت علامه النصر ان شاء الله ماتش الزمالك. المجلس ده يعني اتحط عليه التزامات يعني يا ربنا يكون في عون المجلس ده ونعدي المرحله الجايه على خير، لان انت مجلس من اللعيبه اللي انت موجوده جيت لقيتها موجوده، النتائج سيئه، غرامه طويله، النادي محتاج حاجات كتير قوي. نقدر نقول ان الفتره اللي جايه ان شاء الله بدانا نرتب البيت الداخلي. هو الانسب من وجهه نظرنا في الناس اللي تعرضوا علينا بسفاهاتهم بشخصياتهم بعد ما حللناهم كويس قوي وصلنا ان هو الانسب، مستر براون هو الانسب. انا واثق ان هو مدرب كويس جدا في الملعب، انا عارف المدرسه الارجنتينيه شغلها ازاي. نجحت قبل كده مع النادي الاسماعيلي نجاح باهر مستر ماركوس واحنا بنلعب، فان شاء الله نتمنى التوفيق. هو عنده لعيبه كويسه وهيبقى في دعم ان شاء الله مهم جدا جدا جدا. مجلس الاداره ان شاء الله يعني هيبقى فيه اعداد الفتره الجايه، يبقى فيه تدعيم في اكتر من مركز مهم جدا جدا. الاسماعيلي هيرجع ان شاء الله بشكل كويس وشكل مرضي ان شاء الله. الفلسطيني محمود وادي سطع اسمه مع المصري وأصبح أحد أهم المهاجمين في الدوري الممتاز. وادي كتب شهادة ميلاده الكروية مع أبناء بورسعيد بعدما تألق مع حسام حسن وإيهاب جلال، وكان سبباً رئيسياً في نتائج الفريق بالمسابقة المحلية ووصوله للمربع الذهبي واللعب في الكونفدرالية. مسيرة محمود وادي مع الساحرة المستديرة لم تكن مفروشة بالورود، وإنما شهدت جهد ومثابرة حتى أصبح مطمعاً للفرق الكبرى، وكان قريباً من الانتقال للزمالك، ولكن نجح مسؤول بيراميدز في الحصول على توقيعه وضمه بكوكبة النجوم بالفريق.
ورغم طلب الزمالك ضم اللاعب وتمسكهم به إلا أنه حسم رغبته باللعب لبيراميدز وتألق مع الفريق خاصة في وجود إيهاب جلال مدربه السابق في المصري. وادي أمامه تحديات كبيرة مع بيراميدز سواء في الدوري أو الكونفدرالية، فهل يكون وجود إيهاب جلال فرصة مناسبة لتحقيق أحلامه وطموحاته؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. محمود وادي نجمنا النهارده، مشرفني منورتي. ربنا يخليك كابتن، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للساده المشاهدين. يعني البقاء لله في البدايه، لله وحده. يعني حابب استهل كلامي بس انه يعني بنواسي انفسنا في الوادي بوفاه زوجه عمي ام احمد الله يرحمها، يعني ربنا يرحمها ويغفر لها ويلهم ابنائها وزوجها وزويها الصبر والسلوان يا رب ان شاء الله. نبتدي المشوار وطموحاتك واحلامك مع بيراميدز. يعني والله الطموحات كبير بصراحه، يعني ان شاء الله يعني السنه ان شاء الله مركزين، يعني احنا بدانا الاستعدادات بشكل جيد وحققنا نتائج برضو جيده في مستهل مشوارنا في افريقيا وفي الدوري كمان 3 انتصارات متتاليه، فبالتالي يعني ان شاء الله صوب تركيزنا ان احنا نحقق شيء للنادي، خصوصا ان احنا يعني السنه اللي فاتت ما كانت بالشكل المطلوب يعني او المرجو بالنسبه لنا. شاركت بالشكل اللي يرضيك حتى الان؟ لا. طب هقول لك حاجه، بس الصراحه كل الناس لما انتقلت من مصري قالت ان انت صفقه كبيره جدا، وكل الناس دايما عندهم قناعه في امكانياتك ان انت امكانياتك كبيره جدا، ولكن كل شويه يقولوا محمود وادي لسه ما قدمش اللي عنده، نص اللي عنده، لسه بدري. ليه؟ بص كابتن، يعني هو في بدايه مشواري السنه اللي فاتت مع بيراميدز بدات ولعبت، انا اللي بلشت العب، يعني انا بدات اساسي كان في اول ماتش للاتحاد، من بعدها ما بعرف، هي قناعات برضو قناعات مدرب بالنهايه لازم الواحد يحترمها. كان في شويه عدم انسجام بينه وبين اللعيبه، بعتقد انه هذا الامر كان اثر علي في بدايه مشواري. انت بتعرف برضو الانتقال من 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 طريقه لعب لطريقه لعب ثانيه، من نادي لنادي ثاني، محتاج برضو وقت لتنسجم. هذا الامر اثر علي بالسلب، بدات العب، بدات اشارك، تم ايقافي، رجعت من الايقاف، شاركت، ربنا اكرمني، سجلت جولين وبدات العب دقائق اكبر، وقناعات بالنسبه للمدرب زادت. لكن للاسف برضه اصبت الاصابه اللي في ماتش افريقيا، كسر في الضلوع وجزع في الركبه، ابعدني تقريبا حوالي 4 شهور. هذا الامر كمان اثر علي بالسلب. رجعت شاركت مع كابتن تكيس، مدرب تكيس، جاتني خلفيه، فيعني يبدو انه في بعض الامور غير مفهومه بصراحه معي ابطال رب العالمين، وبرضه يعني يبدو انه لسه يعني اتحسدت من رحت بيراميدز. ايه؟ اتحسدت. في عين قويه، الارقام فرقت بشكل كبير. ف طبعا طبعا اكيد هو الواحد بيعلى طبعا، انا انتقلت لنوعيه بالنسبه لي لنادي بيراميدز، لكن ما بعرف ان شاء الله اللي جاي بيكون احسن. كانت طموحاتك ايه مع بيراميدز؟ محطه لفين يعني؟ والله انا يعني لما رحت لنادي بيراميدز، نادي كبير، مش محتاج ان انا اتكلم عن الكوكبه اللعيب اللي بيمتلكها او عن طموحاته كنادي وشو هو بده من الموسم، يعني كان هذا الامر. شو هو بده من الموسم بقى؟ يعني هو عايز من الموسم ان هو عايز يحقق بطوله. انهي بطوله؟ كله، اعتقد انه كل الناس بتوع بيراميدز كلهم، بالمسؤولين، باللعيبه، بالكابتن فتح الله، ان بيقولوا لسه بدري على الخطوه دي. يعني انا في نظري لا، لانه احنا صار له النادي متاسس من 3 سنين، ومن 3 سنين بننافس على الموضوع هذا. ما بعتقد انه هو يعني النادي طبعا موضوع انه انت تاخد دوري او توصل لمواصيل كبير زي هاي محتاج وقت، لكن انت عندك كل العوامل اللي تساعدك. هذا الامر يعني هذا الامر بيسبب علينا ضغوطات كمان، يعني احنا كنادي بيراميدز بكوكبه اللعيبه، بكوكبه النجوم والاسماء الكبيره، بيسبب علينا ضغوط. وبصراحه دائما احنا بندخل كل موسم واحنا يعني احنا لما فوت اللبس احنا محتاجين ان احنا نحقق بطوله السنه هاي. طيب انت عندك الامكانيات، عندك اللعيبه، عندك القماشه، عندك الهدوء، عندك الاستقرار، ما عندكش جمهور يضغط عليك. ايه المشكله؟ والله كابتن مش عارف يعني ايه المشكله بصراحه، احنا لو نعرفها لحليناها. يعني هو علامه استفهام بالنسبه لكم برضو؟
يعني لكن احنا برضه احنا بنستعد، احنا بنحاول نعمل اقصى جهد عنا. في فتره من الفترات من الموسم بتلاقي انه من اللاعبين المؤثرين عندك تصاب، والسنه اللي فاتت كابتن عبد الله السعيد تصاب في وقت حرج من الموسم. السنه اللي فاتت يعني احنا وصلنا المربع الذهبي يعني بشق الانفس، كيف انه احنا 7-8 مباريات بنسجل وبنبقى متقدمين، تيجي الدقيقة 80، بعد الدقيقة 80 نبدأ نشعر بالخطر، لأنه احنا بدأنا نحس انه احنا راح نتعادل، ما بعرف ويصير معنا في 7-8 مباريات يجي التعادل في هيك وقت. فالأمور هاي يعني ما بعرف انه ما لهاش دخل في الكورة يعني، لأنه احنا كنادي بنحاول نأدي أقصى ما عندنا وأقوى ما عندنا، وبنستعد دائما جيد لكل مباراة، بنستعد لها بشكل جيد جدا. لكن يعني إن شاء الله نأمل من الله انه الموسم هذا يكون مختلف ان شاء الله من ناحيه. هل كان في عرض ليك غير بيراميدز في قبل ما انتقل لبيراميدز؟ كان في كذا، كان في عروض من برا وكان في عرض من نادي الزمالك. من نادي الزمالك ليه يعني قارنت بين الزمالك وبيراميدز؟ لا، هو عرض نادي الزمالك جه متاخر بعد ما انا اتفقت مع نادي بيراميدز. ايه تفاصيله؟ مين اتكلم معاك؟ لا، هو انا مش كانش الكلام معاي، كان الكلام مع اداره نادي المصري، والكلام مع كان مع وكيلي في الوقت هذا كابتن وسيد. لكن هو كان عرض بيراميدز كان سابق، وكان كل الاتفاق لو جم الاثنين مع بعض بيراميدز والزمالك تفكر. شوف، نادي الزمالك هو شرف كبير لاي لعيب انه يلعب او يلعب تيشيرت نادي الزمالك، هذا الامر مفروغ منه. لكن في بعض برضه انا كلاعب بحتاج برضه ان انا ادرس بعض المعايير، هل انا هلعب هل مش راح العب، والامور الماديه ليها دور. ليها دور طبعا، لكن هو الامور الماديه انا متاكد مش راح تكون فارق كبير بينها وبين بيراميدز يعني بالنسبه لنادي الزمالك. لكن انا بحكي لك انه هي كانت النقطه في انتقال لبيراميدز. طبعا انا شفت منهم طبعا كل احترام نادي بيراميدز من بدايه المفاوضات حتى توقيع العقود. انا يعني ارتقيت منهم قديش هم يعني محترفين. كم سنه والد انت؟ يعني ان شاء الله في شهر 12 بتم 27. لسه ما شاء الله يعني لسه صغير يعني. ان شاء الله. هل عندك حديث مع كابتن ايهاب جلال؟ ده يعني حبيبي الكابتن. كابتن ايهاب مرني في النادي المصري سنه، النادي كابتن ايهاب من اول ما اجى على النادي المصري اعطاني الثقه، وهذا الامر انا يعني بعتز فيه، وانا دايما بشهد له بهي النقطه بصراحه الكابتن ايهاب. وكان دايما بيتكلم معي بشكل مثلا فردي بيعزز فيه الثقه هاي، فالامر كان بالنسبه لي كان كتير جيد. وهو دفعني بصراحه، هو لي الفضل يعني من احد الناس اللي ليها فضل بعد رب العالمين اللي انا فيه اليوم. وواجه يعني اجى بيراميدز، والحمد لله برضو يعني بشوف برضو منه كل ثقه وكل دعم كلمك في مساله المشاركه. شوف كابتن، انا اول الموسم بصراحه انا اتكلمت معاه، يعني كان في بعض في شغله معينه فبحكي معاه، فقلت له قال لي انت هتلعب بس لازم تحارب على مكانك. دي مجمل كلامه، انت هتلعب بس انت لازم تحارب على مكانك، يعني انت هتلعب مفيش مشكله، لكن انت لازم تحارب على مكانك ولازم تعمل احسن حاجه عندك وكل الكلام ده. هو كابتن هاب شخصيه لطيفه، بس هو صارم بصراحه في الامور دي. فيعني كابتن هاب صراحه طب بتضحكك دي. اللقطه دي ما هي دي في بيراميدز. ايوه انا عارف، ما انا جايب فيهم جولين. سجلت فيهم جولين. لا، بغض النظر بضحكك الاهداف دايما ذكريات حلوه للعيبه بغض النظر مين فين يعني. طبعا طبعا، مع الواحد في النهايه بينزل كل مباراه بيبقى حابب ان هو يسجل اهداف لحتى تكون له ذكرى زي ما حضرتك. هل اداك وعد ايهاب انك هتشارك؟ لا وعد، لا، اللي انت هتلعب بس لازم تعمل احسن حاجه عندك. وانت بالنسبه لك طبعا، ما ده الصح يعني. انا ما عنديش مشكله طبعا، هو اللاعب اللي موجود في مركزي طبعا اسماء كبيره، دودو، ناصر، فخر في بعض الاوقات، هذا الامر برضه سبب علي ضغط كلاعب، ان انا محتاج ان انا دايما اتمرن بشكل جيد، ودايما لما انا اكون في المباريات ادي بشكل جيد يعزز. هل اللي انت مديله الاهداف اللي انت احرزها حتى الان راضياك؟ يعني هدفين من 3 مباريات. طول ما انا ما سمعتش تعليق سيء من الكابتن فانا ماشي كويس. من الكابتن ولا من الاعلام؟ لا، من الكابتن. الكابتن. لا ودنك ما بتروحش برا الملعب؟ مش بركز قوي بصراحه. مش متابع يعني تقريبا؟ ده تعبت. لا متابع طبعا. متابع الاحداث الرياضيه اللي بتحصل، بس مش متابع يعني كرأي يعني. بهمنا طبعا الواحد يشوف شو الشارع كيف بنزور له، بس مش هو هذا الرأي الاساسي المفروض الواحد يعتمد عليه. تتعامل ازاي مع عبد الله ورمضان في الملعب؟ يعني انا في لعيبه كتير يقول لك بالذات راس الحربه ده، يقول لك عبد الله ده يعني محبب لقلبي. طبعا هو كابتن عبد الله محبب لقلب اي مهاجم في مصر والوطن العربي.
لا هو العلاقة يعني علاقة زميل بخاف على زميله، يعني ما بعتقد انه في تصوير اكبر من هيك. يعني كابتن عبد الله من اللعيبة والاسماء الرنانة والكبيرة اللي لها تاريخ في مصر، اكيد يعني الواحد بيبقى متشرف انه هو بيلعب مع على فكرة الهدف هذا تسجل باسم عبد الله مش باسمي الهدف ده. انا احتفلت لكن هم سجلوا. كابتن نور الدين بيحكي لي، بيحكي للحكم الرابع جول عبد الله، بقول له طب ما مشيها وادي. طيب فلا اكيد هي عدت اصلا. عدت عدت بس مش مشكله. انزل كده نصر، انا مش عارف اشوف. لا عدت عدت عدت. عدت. مش مشكله، الكابتن عبد الله واحد. كده كده عدت. عدت. وانت داخل بتعمل عليها فول ثرو، يعني كنت حاسس انها دخلت؟ لا انا كنت شايف انها دخلت. لا انا احتفلت، انا كنت شايف انها دخلت. عندك جون في المصري عمري ما هنساه، سموحه اللي من نص الملعب. كان في ابو جبل وقت لما كان سموحه. بس يعني القرار نفسه اخدته ازاي؟ يعني اكيد وانت بتشوط من الحته دي ناس كتيره زملائك في الملعب، يعني انت بتعمل ايه؟ بالظبط. فعلا هم كذا لعيب من اللعيبه هيحكوا لي يعني انت بتعمل ايه فعلا. لكن شوف انا قبل الجول انا اساسا محضر اصلا. يعني كان في الوقت هذا سموحه مهزوم وبيحاول ان هو يتقدم، فكابتن ابو جبل كان دايما بيزيد. بيزيد. فانا مرقد له، فاهم؟ بس انت لامحه. المشكله يعني ان الكوره حتى مش سبرنت، الكوره قدام رجلك. يعني انا شطها شوط بعد. توفيق من عند ربنا فوق كل حاجه. في لقطه بقى بتيجي من زاويه معينه. يعني ببص كده لابو، يعني بلمحه قبل ما اشوط اللي بعدها، بلمحه قبل ما اشوط. وليه ذكريات طبعا. انت اتفرجت ذكريات. عليه من جميع الكوادر. واتفرجت عليه من جميع الكوادر. ليه له ذكريات معي. كان في حاله وفاه في كان اخوي الكبير ربنا يشفيه وعافيه كان عنده عمليه صعبه ومعقده في المانيا. تعرض لحادثه وعلى اثرها بترت ايده اليمين وايده ورجله اليمين وتعطلت تماما ايده الشمال، فكان له عمليه حساسه كبير ومعقده في الايد اليسرى. والطب او الدكاتره اخبروا انه الطب وقف لعند هون، يعني احنا مش راح نقدر نعمل لك اي شيء. فهو كان كلمني فانا انهارت، كان ثاني يوم ماتش بالليل. فانا انهارت، يعني كنت في حاله صعبه بصراحه، لانه هو اخوي كبير، هو يعني والدي، هو يعني قدوتي في الحياه كمان. فانا كنت بحكي معاه وبحكي لي بدك اياني ما ازعلش، فبقول له طبعا. قال لي بكره تسجل جول. فانا ضحكت الدقيقه 90 91 92 وبقول يا رب من عندك، يعني انه انا عشان بدي اجبر خاطره في ظل الظروف اللي هو فيها. والحمد لله جبر خاطري وخاطره بابهى الصور طبعا. سبحان الله. حاجه الحقيقه رائعه. مفتاحك مع حسام حسن؟ كابتن حسام ليه الفضل الاول طبعا في وجودي. يعني شغلك ازاي؟ كابتن حسام حسن مدير فني كبير الحقيقه. طبعا هو قدوه اي مهاجم عربي بصراحه. فكابتن حسام اول ما وكيلي اخبرني انه النادي المصري وكابتن حسام عايزينك ما ترددتش بصراحة، مع ان انا كنت قلقان. ليه؟ يعني رهبة كابتن حسام يعني بصراحة. لانه انا ما التقيت فيه قبل ما العب في المصري، لكن انا دايما ذكريات كابتن حسام بنشوف على النت اسطورة. فعلا اسطورة حية احنا بنشاهدها. فكان الامر بالنسبة لي زي حلم، لكن بصراحة كابتن حسام ليه الفضل الاول بوجودي هون. يعني دعمني اول ما جيت. كابتن احمد جمعة كان كابتن احمد جمعه كان مكسر الدنيا مع النادي المصري، لكن انا جيت كابتن حسام على طول دخلني ولعبني واداني الثقه. قال لك ايه يوم ما جيت؟ قال انا واثق فيك. كده قال انا واثق فيك وجايبك عشان انا واثق فيك. واداك على طول من اول المباراه؟ لا مش من اول المباراه، قعدني احتياطي وتدريجي. اول ماتش اساسي كان ليا ضد النادي الاهلي في الدوري. وعملت ماتش كويس. يعني عملت ماتش كويس وحاولت كذا محاوله. مصر خسر 2-0 الماتش. خسرنا 2-0 فعلا. حسام قلبه جامد قوي. يعني انا فاكر ماتش السوبر الاهلي والمصري اللي في دبي، اسلام عيسى كان صفقه جديده للمصري، اداله اول ماتش قدام الاهلي. ايوه انا ما كنتش موجود في الفتره هاي. انا جيت بعدها. ايوه انا عارف. لكن لا كابتن حسام حتى في المباراه الكبير لما كنا بدنا نهاجم الفرقه اللي قدام، يعني ما عندوش نظام الدفاع، تهاجم الفرق اللي قدامك. تقلق لو يوم مش يومك مع حسام حسن؟ مش كل وقت. لو انت ماشي كويس كابتن حسام ما عند يعني ما بحاسبش بالقطعه، يعني في الميزه دي. يعني لو انت ماشي كويس
وتلوش في ماتش ما بحاسبكش على كده. بس اكيد بعد الماتش لا بعد الماتش بقى خد بقى بتتروق يعني بتروق. لا بس كابتن حسام يعني انا من ماتشات كبيره ماتشات كتير بعد الماتش اتكلم معاي ويحكي معاي كلام جيد يعني. حتى في فتره من فترات قعدنا على الاحتياط والفتره هاي حسيت ان انا زي ثقتي اهتزت لقيته مره واحده بيحكي معاي بيقول لي تلاش وهتلعب وركز وانا عارف ان انت الثقه. فالكابتن حسام بعيدا عن اللي احنا بنشوفه بالتلفزيون لا حسام حسن هو مدير فني كبير الحقيقه طبعا هو شخصيه ايهاب جلال يتعامل معاك ازاي لو فايق ولو مش فايق؟ واحد ازاي بصراحه يعني الكابتن ايهاب في ميزه بصراحه انا كلاعب بحبها مش انا كمحمود انا كلاعب. الكابتن ايهاب ما بيحاسبكش غير لو انت مهمل انت مهمل يحاسبك. لكن انت ماشي كويس واخطأت كذا خطأ وما جبتش جون او مضغوط ما تلاقوش يقعدك يقول لك لا ريح لا يديك مرة واثنين وثلاثة بعد كده لما يلاقي انه ما فيش منك اي رد ساعتها يقول لك لا ريح عيد حساباتك. لكن الكابتن ايهاب في حاجة الحاجة دي فعلا حاجة مميزة فيه. سواء الناس دايما تتساءل انا بشوف ايهاب مدير فني كبير كابتن ايهاب جلال يعني يعني بشوف الكابتن ايهاب هادي جدا مدرسه هدوء جدا على الخط وكتير جدا ممكن ما يقومش. صحيح هو الهدوء هذا كمان كابتن بيعكسه على اللعيبه يعني الهدوء كابتن ايهاب كمان بيعكسه للعيبه وهذا احنا بنشاهده كل الفرق اللي مرنا كابتن ايهاب في الماتشات بتحس قد ايه الفرقه هادي. هو بيعكس هذا الامر بينقله للاعيب قبل المباراه او اثناء المباراه. في لعيبه معينه لازم تتكلم معاها انت كوادي يعني انا متخيل ان انا مثلا لو مع عبد الله ورمضان في الملعب لازم اتكلم معاهم يعني لازم قبل الماتش يكون في لينك طبعا في لينك. هو في اوضه اللبس بندخل نحضر عندي مثلا ملاحظه معينه كابتن عبد الله كابتن رمضان كابتن علي كابتن كل الكباتن الموجوده انا مثلا في وقت معين عايز اعمل كذا او لما تلف تلاقيني او ممكن اجري فبيبقى في لينك كده خفيف كده. مين اقرب على الخفيف ده يعني مين اللي قريب قوي يعني مين لما بتيجي تعمل لينك بيبقى السلك واصل انت هو يعني. بصراحه يعني انا ما لعبتش معاه كتير لكن انا بحس انه اللينك معاه يعني ابراهيم حسن ماتشات الوديه في التمارين في اي ماتش يبقى موجود تلاقيه بيدخل بالكوره وعايز يلعب معايا. فاروق كابتن محمد فاروق اللي انتقل لفيوتشر برضه كان يعني كنت دايما لما ينزل يقول لي بس هو قاعد على الدكه يقول لي انا هنزل مش هلعب غير ليك. ماتش امبي اللي سجلت فيه الجول السنه اللي فاتت المباراه 18 قبل الماتش قال لي بقول لك ايه انا هلف العب لك. فهو فعلا لف ولعب لي سجلت جول. ف يعني اكتر من بصراحه من كابتن عبد الله او رمضان يعني عشان اكون صريح. بنسبه كبيره دي جمل تمرين ولا في حاجات سيلفي في الملعب؟ طبعا هو التمرين جزء مهم لكن يعني اكيد امكانيات اللاعب برضو بتفرق لك كتير يعني انا اوقات مثلا الماتش مع اقرب فانا محتاج مهاره لاعب معين يا جول محتاج امكانيات لاعب معين ده اللي احنا بنشوف فروقات الفرديه اكيد هي عامل اساسي في الماتش. يعني كابتن عبد الله تلاقي انه انت مزنوق في كوره ففين كابتن عبد الله تقوم مديه يحل لك الموضوع ده كله. هجمه تلاقي كابتن رمضان مديه يقوم معدي فالحاجات دي المهارات الفرديه دي انت بتحتاجها كلاعب مع زملائك او كلاعب لنفسك طبعا. حاسس ان الفرق بتخشى بيراميدز بعدد النجوم دي؟ طبعا انا لعبت في المصري ولما كنت بقابل بيراميدز بنحترم الخصم اكتر من احنا بنخشاه يعني احنا بنحترم. لا انا قصدي ان هو بيبقى يعني نخشاه يعني امكانيات كبيره. الناس لما بتلعب الاهلي اكيد يعني كل الفرق بتحترم لان طبعًا. خلاص في عالم كره القدم كل الماتشات صعبه اكيد. ولكن في فريق امكانياته كبيره يعني النهارده عندي وادي عبد الله رمضان احمد فتحي علي جبر يعني مجموعه كبيره شيف اكرامي المهدي يعني اسامي كتير يعني. طبعا احنا ما هو اكيد انت بتخشاه لان نادي كبير بيمتلك لعيب كبار بيمتلك حلول كتير في ارض الملعب اكيد انا ببقى قلقان كلاعب ببقى قلقان اضافه للاحترام انا بحترم خصمي وببقى قلقان منه برضو خصوصا لما لاعب فريق كبير. مين المدافع اللي بيعمل لك صداع بيشغل بالك دلوقتي ولا قبل كده تفرق معاك ايه؟ ما لا دلوقتي ما انا لو قبل كده هقول لك كابتن علي جبر
لكن لو لو انا دلوقتي هقول لك مثلا الونش. الونش الونش من المدافعين. انت لعبت زمان كنت في بيراميدز؟ لا ما لعبتوش، لا مع المصري بس. بس انا لعبت يعني وانا في المصري لعبت ضد بيراميدز وضد الزمالك. بصراحه علي جبر كان رخم شويه عليه. رخم شويه كوره راسه طالعه رخم شويه من الونش طالع معاك. والونش برضو مدافع يتعب صلب. وحارس المرمى اللي انت بتبقى شايل همه يعني يوم النهارده صعب والله. بص كابتن محمد شناوي حارس النادي الاهلي بصراحه، لانه هو يعني انا سجلت في احمد الشناوي، كابتن احمد الشناوي، سجلت في كابتن مهدي. كابتن شناوي ما كذا، حاولت كذا مره وللاسف يعني كان صدمه. ما وفقتش. كان صدمه يعني. يعني ساعات بيقولوا الشناوي في حته ثانيه، في حته ثانيه فعلا. ارقامه تتكلم عنه بصراحه. يعني انت مؤمن بلغه الارقام؟ طبعا ارقامه، كمان انت كمان كلاعب ممكن انا يجي علي فتره كلاعب اكون في مستوى نازل، لكن انا يعني بيكون عندي رصيد، انا عملت كذا، انا شلت كذا، انا حققت كذا. لكن كابتن الشناوي مستواه ثابت وبالعكس في تزايد. اسالك سؤال غريب شويه ممكن ترد عليه بعد الفاصل. وايه الفرق بين الاهلي والزمالك وبيراميدز بعد الفاصل؟ دلوقتي انت رايحك ايه؟ زي اللي تشوفه. لا انت اللي تقرر. اللي تشوفه إيه؟ انت اللي هتقرر. لا عادي. عايز ترد دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ نرد بعد الفاصل. خلاص نرد بعد. والله لو كان قال دلوقتي كنت هقول له رد بعد الفاصل، بس هو طلع معلم بصراحه. بعد الفاصل. دي الاحصائيات وارقام وادي. السؤال بقى ايه الفرق؟ بص كابتن، عشان يعني انت في الفاصل سالتني قلت لي طب قول لي انت ايه الفرق، قلت لك كل الفروقات. ما قلتلكش. والله لو كنت عارف كنت قلت لك يا كابتن. مش عارف بصراحه يعني. بس لا هو يعني دلوقتي ده في جمله في الاول هي دي اللي لازم نقولها وبعد كده نكمل اي حاجه ماشي، اللي هي الجمهور. طبعا احنا هتقارن يعني بين اهلي وزمالك وبيراميدز؟ ما ده السؤال. إيه ولا هتقارن بين اهلي وزمالك وبيراميدز؟ تقارن بين الثلاثه ولا حط الاهلي والزمالك في حته وبيراميدز في حته، في حته الجمهور؟ لا انا بقارن ايه الفرق بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. بص طبعا نمره واحد الجمهور. جمهور طبعا. الجمهور ده يقدر يصنع الفارق طبعا. يعني دايما بنسال اي حد نقول ايه مين هياخد بطولات، يقول لك لا الاهلي والزمالك في حته، بيراميدز في حته. ليه؟ الجمهور. حتى لو انت جهزت وعملت فريق قوي جدا، مع ان اول سنه دخل بيراميدز دوري ممتاز هو وصيف دوري ووصيف كاس. صح. شوف هو اكيد حضرتك تعرف هو الجمهور عامل اساسي في انه كنادي كبير ينجح او يحقق بطوله. ليه؟ لانه اغلب يعني مش اغلب الوقت انت طول الموسم في ضغط، طول الموسم مطالب انه انت تفوز، طول الموسم مطالب انه انت تعمل احسن حاجه عندك. الامر هذا بيسبب ضغط على اللعيب، بيخليه دايما مركز، دايما فايق. في الفريق اللي غير اللي مش جماهيري، ومش هقول لك ان هو مش مطالب، لا هو مطالب طول الوقت ان هو يكسب ويسجل ويجيب اهداف ويقدم احسن حاجه عنده، بس دايما حته الجمهور هي اللي بتفرق. يعني بعتقد انه حته الجمهور. طب انتوا بتحسوا بيها في ايه في الملعب؟ انتوا لعبتوا الموسم ده ما فيش جمهور في الملعب. بس انت ماشي في الشارع في جمهور. يعني انت في الملعب ما فيش جمهور، مش عليا انا كفريق مصري او بيراميدز، على الاهلي وعلى الزمالك وعلى كل انديه الدوري. لكن انا كلاعب في الشارع شو بصير معي؟ لكن انا كنت بمشي في بورسعيد ما يعني الناس ركز الدوري، عايزين نكسب الماتش الجاي، افريقيا، الكاس، يا وادي. هي ناس بورسعيد كانت عايز دوري وكاس؟
لا هي مش عايزه دوري وكاس عشان نبقى صريحين، هم عايزين يعملوا احسن حاجه في الدوري وفي المربع عشان يشاركوا افريقيا والكاس بننافس عليه. بس هل وجودهم في المربع ده كان بيكفيهم كطموحات الى حد كبير؟ الى حد كبير، لانه خلينا واقعيين برضو، في واقعيه في الموضوع. انت بتنافس نادي اهلي وزمالك وبيراميدز، ودلوقتي دخل فاركو وفيوتشر الفرق اللي دعمته سموحه والمقاولين لما كان بينافس. بمنتهى الصراحه شايف امكانيات بيراميدز اكبر من نتائجه، يعني لازم يكون في حته تانية يعني ابتداء بعتقد من السنه اللي فاتت او السنه هاي. لازم يكون في مكان لازم تاني. لازم ان احنا نحقق بطوله. هي البطوله راح تفرق، راح يعني راح تحول المسار. راح تحول المسار. قدمت كام في المية من اللي عندك؟ لا انا يعني انا بتوقع، يعني انا عارف انا قدمت مع المصري كتير وهذا اللي وصلني لبيراميدز. اعتقد انه لسه عندي كتير. مفاوضاتك مع بيراميدز كانت سهله؟ مين اللي تفاوض معاه؟ كانوا جاهزين، هم تفاوضوا مع وكيلي كابتن سعيد، وكانت مفاوضات سهله يعني، هم جابوا العرض جاهز. اختلفنا في بعض الارقام، في الاخر اتفقنا وتم الموضوع، تم بسهوله يعني. كانت خطوه تحقق لك وتشبع لك طموحاتك؟ في الفتره هاي كان لازم ان انا انتقل اروح لفريق اكبر وطموح اكبر. مين اللي انت بتنافسه في الدوري المصري في مركز المهاجم؟ يعني تقول ده احسن، لا انا هنا افرق. شوفوا دلوقتي يعني بصراحه في عدد كبير من المهاجمين المميزين في زي مين دلوقتي؟ يعني احنا شريف هداف الدوري، يعني خلينا من غير ما نحكي هو هداف الدوري من غير ما نحكي يعني. مش عارف مين كمان. يعني في الزمالك بصراحه يعني مصطفى محمد، لكن لحد الان مروان في السنه اللي فاتت او سيف ما بعتقد ان هم قدوا اللي لازم مطلوب منهم، يعني ما وصلوا. خلينا نقول انهم ما وصلوش لل انا عارف ما اتكلم على السنه اللي فاتت ما وصلوش للفورمه اللي المفروض يوصلوا لها. يعني حتى الان ما انا شايف ان هو شريف يعني هو متصدر في الموضوع هذا في الدوري المصري. لكن انا بتكلم كمهاجمين مصريين، انا كنت يعني من اشد المعجبين بمصطفى. مصطفى محمد كان لعيب، كان فارم يعني. ايه النادي لو وادي راحه من زمان يعني، او من اول ما جاءوا بعد المصري، كنت تبقى هداف الدوري مستريح؟ شوف في الفتره اللي مشي فيها مصطفى محمد من نادي الزمالك، اعتقد كان المكان هذا فاضي. المكان هذا كان فاضي. كان في تخيلي انه انا لو مش في بيراميدز انا لو مش في بيراميدز تخيلي كان المكان هذا في 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 ظل العدد اللي موجوده. ونادي الزمالك كان السنه اللي فاتت بصراحه كان يعني خلينا نحكي بلغه الكره كان فايق. كانوا فايقين. كان ممكن ان انا اخد هداف ده. الناس تقعد تفكر كده تقول يعني لو جبت اي لاعب يقول لي انا لو مكان وادي في بيراميدز ابقى هداف الدوري. هتقول لك لو مش في بيراميدز. انا فاهم. لا انا لو جبت اي حد وقال لي انا لو مكان وادي في بيراميدز ابقى هداف الدوري. صحيح. ما انا انا كلاعب في بيراميدز لو انا ما كنتش هداف الدوري او بنافس على هداف الدوري او بنافسش على هداف الدوري، يبقى في حاجه غلط عندي. عندك انت. وده انا مقتنع فيه، لان انا قصرت في حق نفسي بصراحه السنه اللي فاتت. قصرت. ده اثر عليا. عشان كده انا لما ببص على السنه اللي فاتت بلاقي نفسي ما عملتش حاجه. ده كان في خلل كبير من عندي. بعيدا عن بقى الحاجات الفنيه او قناعات مدرب او اصابات، لا اتكلم انا عن نفسي كمحمود. اثرت ليه؟ كنت عارف انك بره حسابات تكيس، بره حسابات اللي موجود قبله؟ رودولفو. بصراحه هو كان يعني اثر علي بشكل كبير المدرب. انت نفسي قوي يعني، واضح ان كلمه بتجيب معاك وكلمه بتهبطك. لا مش قوي بصراحه كابتن، عشان اكون صريح. بس انت في كلامك دلوقتي اخدت بالي، قلت لي كابتن ايهاب بيعرف يكلم، كابتن حسام اداني الثقه، كابتن فلان. انا كلاعب يعني انت ما تدوس على نفسك لو في كلمتين وحشين. لا بص، هو في وقت تبقى عايز انت تشتغل وتلاقي بقى حد بقى يهمل يقصك. رودولفو كان في الحته دي للاسف. مين قريب في بيراميدز بترجع له في الاداره او في الجهاز الفني بعد كابتن ايهاب؟ طبعا
في الجهاز الفني او في الاداره بصفه عامه يعني؟ لا والله هم كلهم يعني كلهم فيهم حته القرب من اللعيبه يعني سواء في مجلس الاداره او كابتن هاني كمدير رياضي الجهاز المعاون لكابتن هاب كله يعني انا كابتن حمد مراني كابتن مصطفى كان معايا في الجهاز لما كنت في المصري كابتن فتح الله من الشخصيات اللطيفه جدا كابتن ميدو انا السنه دي بس شخصيه لطيفه عم مختار يعني تقدر تقول كلهم يعني تحسهم انهم قريبين من اللعيبه فعلا شايف السنه دي ان بيراميدز ممكن تبقى النقطه البعيده بالنسبه له ايه بعيده يعني انت قلت لي المربع الذهبي ده انت انا قلت لك المربع ده لا قلتليش انا قلت يعني ايه تكون نسيت ولا لا انا ما قلتش مربع ذهبي لا هو بص هو الدوري محتاج ان احنا محتاج احسن حاجه عندك احسن حاجه انت عشان تاخد دوري لازم لا لازم تدوس شايف ان بيراميدز منافس السنه دي طبعا منافس طبعا اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله معاك ومع بيراميدز وان شاء الله باذن الله الموسم ده تحقق كل احلامك وطموحاتك وتكسر الدنيا حبيبك يا كابتن اشكرك يا وادي ربنا يخليك شرفت ونورت وبشرف دايما بوجودك حبيبك يا كابتن ربنا يخليك خلصنا فقرتنا الثانيه مع محمود وادي لاعب نادي بيراميدز اتمنى له كل التوفيق وكل التوفيق لبيراميدز الموسم ده ان شاء الله باذن الله يحقق كل احلامه وطموحاته بعد الفاصل كابتن هشام حنفي كابتن خالد الغندور في مفاجاه او في مواجهه كبيره جدا واكيد تصريحات مهمة جدا بعد الفاصل رغم تزايد عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية لكن لا يزال لاعبي الأهلي والزمالك يشكلون القوام الرئيسي لمنتخب مصر مع جميع مدربي الفراعنة وهو ما يحدث حاليا مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب خلال ثلاث مواجهات رسمية في مستهل مسيرته المنتخب حصد 7 نقاط حصيلة فوزين وتعادل تأهل بهم للمرحلة الأخيرة من تصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وشارك مع كيروش 23 لاعب في 3 مباريات وكانت الغلبة للمحترفين بوجود 7 لاعبين و6 من الأهلي و5 من الزمالك و3 من بيراميدز ولاعب من الإسماعيلي وآخر من سموحة في مباراة ليبيا ببرج العرب كان أبرز المستبعدين ثنائي الأهلي أفشا ومحمد شريف واعتمد المدرب البرتغالي على 16 لاعبا خلال اللقاء بواقع 6 محترفين و4 من الأهلي و3 من الزمالك و3 من بيراميدز وحقق المنتخب الفوز بهدف نظيف أما مباراة ليبيا في طرابلس فدفع المدير الفني ب16 لاعب بواقع 5 محترفين و4 من الأهلي و3 من الزمالك و3 من بيراميدز ولاعب من الإسماعيلي وحقق المنتخب الفوز بثلاثية نظيفة وبمباراة أنغولا التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق تم استبعاد طارق حامد ورمضان صبحي فكانت الغلبة للاعبي الأهلي بتواجد 6 لاعبين والمحترفين 5 لاعبين ولاعبين من الزمالك ولاعب من بيراميدز وآخر من سموحة في النهاية وضح أن كيروش رغم إجراء تغييرات طفيفة في قائمة المنتخب إلا أنه يعول بشكل كبير على المحترفين بجانب لاعبي القطبين وظهر التأثير الإيجابي للمحترفين بإحرازهم 3 أهداف من إجمالي 6 أهداف أحرزها المنتخب بجانب 3 أهداف أخرى للمحليين من الأهلي وبيراميدز والزمالك اهلا بكم اعزائي المشاهدين فقرتنا النهارده هي فقره التحليل الفقره الحاليه في وقت بسيط عملت جماهيريه كبيره بوجود الكابتن خالد غندور كابتن هشام حنفي كابتن خالد مساء الخير مساء الخير يا كابتن سيف وحشني وانت كمان اخبارك الحمد لله على السلامه كله تمام الحمد لله عندك بيضه البيضه ايه كتير بجد والله والله ريليتد بالزمالك بيضه قوي على فكره لا دي انا فاهم انا بتكلم لا بصفه عامه عندي ريليتد بالزمالك عندي لا ملهاش قصه لا انت عربيتك حمراء اصلا كابتن هشام مساء الخير مساء الخير يا كابتن اخبارك ايه ازي حضرتك عامل ايه سلامك الله يخليك كله كويس الحمد لله كله كويس عندي قبل ما نتكلم في الكوره سريعا عندي سؤال زملكاوي وسؤال اهلاوي سراع جدا بن شرقي هيكمل في الزمالك والله بن شرقي يعني هو ده القرار قراره توقعاتك
كل شيء وارد. كل شيء وارد. اه كل شيء وارد. طبعا عدم الاستقرار وكدا. كان معايا الاستاذ طارق جبريل في المداخله في الانترو وقال لي يعني توفير الفلوس في الزمالك مش قبل يناير. هو طبعا اكيد ادرى الاستاذ طارق جبريل بال الزمالك عنده مشاكل كبيره ماليه يعني انت شوف كميه الفلوس اللي اتدفعت وهتدفع يعني عدى يعني هم دفعوا 70 مليون واللي جاي 40 كمان يعني 110 مليون دفع بس. بعد كده انا معلش يعني الناس مركزه قوي مع اشرف بن شرقي. لا انا مش قصتي اشرف بن شرقي. انا قصتي طارق حامد. ما انا والله العظيم فتحي. والله العظيم كنت جاي ابو جبل. لا انا مش جاي لك في كل دول بصراحه. انا كنت جاي لك في طارق بس. هو ابو جبل جدد اوريدي؟ لا لسه ما جددش فعلا. في عندك ابو جبل ومصطفى فتحي. مصطفى فتحي برضو قيمه كبيره جدا. ابو جبل ومصطفى فتحي وطارق حامد وفي عبد الله جمعه لعيب كويس جدا وفي اوناجم واعتقد عمر السعيد ورزاق سيسي كل دول. طب خلينا نتكلم في طارق. طارق ممكن يتقبل فكره انتظار الفلوس ولا الامور تبقى صعبه؟ طارق لعيب كبير واكيد هيجي له عروض كتير. طارق هيجدد في نادي الزمالك. هيجدد. طارق راجل وتاريخ داخل نادي الزمالك وعمل اسمه وهو طارق ذكي وفاهم وطارق عرف ان هو يعني يتصاعد بمستواه. طارق كان اول ما جه نادي الزمالك كان احتياطي. كانش بيلعب. صح. كان فيريرا مقعده احتياطي. معنى ان طارق يبتدي يطلع كده في المستوى يعني ده دماغه متركبه مع موهبته. توقعاتك ان هو هيكمل؟ انا متوقعاتي معظم لعيبه الزمالك هيكملوا. اشرف بن شرقي عنده عروض كتيره طبعا من قطر ومن الامارات. القرار قراره ويمكن انا ممكن اقول لك سر. انا كنت لسه قاعد مع كارتيرون على فكره. فسالته السؤال ده. قلت له بن شرقي قال لك ايه وكده؟ فمستر كارتيرون قال لي خالد بص المنتاليتي وطريقه تفكير اشرف بن شرقي وحياته الكرويه تنجحه في الزمالك وفي افريقيا. تنجحه فين؟ في الزمالك وافريقيا. افريقيا. هو جرب تجربه اسيويه مع الهلال لم يوفق. وجرب تجربه اوروبيه مع نانت الفرنسي. لم يوفق. تمام. هو في النهايه اختياره. هل اللعيبه دي هتحسبها يعني لم اوفق ولا امور ماديه؟ لا معظم لعيبه الزمالك المصريين لا هيحسبوها ماديات. انا بتكلم بن شرقي. بن شرقي لا بن شرقي لعيب محترف يعني يعني مش هيحسبها لم اوفق او اوفق او لا لا لا. هو العاطفه بتقل عند اللاعب المحترف بدليل فرجاني. هو حد كان مرتبط بجمهور الزمالك زي فرجاني؟ صح. وكان التواصل ما بينه وبين الجمهور. حسيت منك كده ان ممكن ممكن لا ممكن يفضل زي كل شيء وارد. كل شيء وارد. كابتن هشام ثلاث ملفات عايز اسالك عليهم. ديانج، علي معلول، اعاره كهربا او رامي ربيعه. ديانج طبعا وصل لاعلى فورمه مع النادي الاهلي. مفيش شك ان انت لما بتجيب لعيب وبيتالق وبيبقى ليه دور بارز في تطوير اداء النادي وتطوير اداء الفرقه فبالتالي وبيلعب في منتخب بلده فبالتالي النهارده انت بتبص لبره وهو كمان لسه صغير في السن فبتبص ان انت تستفاد منه امتى. لان انا اشتريت لعيب برقم زي ايفونا لو تفتكر. طبعا. ايفونا لما جه كان الصين. راح الصين اعتقد. راح الصين. راح ب 160 مليون. وهو كان جاي ب 40 مليون. طب هو ديانج اتعرض فيه 6.5 ثم 7 ثم بيجددوا العرض تاني. هل النادي الاهلي ممكن يسيبه عند رقم معين ولا الفكره دي مقفوله؟ ممكن عند رقم معين. ممكن عند رقم معين. اللي هو توقعك؟ 8.5 9 8.5 9. رامي يعني. ربيع كهرباء ممكن يطلع اعاره في يناير ولا صعب؟ ممكن رامي. ممكن ممكن رامي. لو هو حابب ان هو يلعب ممكن رامي. لكن كهرباء اعتقد ان هو نفسه يلعب في الاهلي مش عايز يلعب في الاهلي. ثلاث ماتشات ان هو مش ده انديكيشنز على ان على رادار الراجل ولا مش هدار ولا ما تفرقش فرشها خالص. طالما هو ملتزم وبيأدي وواخد وعود ان هو هيشارك الفتره اللي جايه ما بتفرقش اول ثلاث ماتشات. يعني الضغط كان يعني او الوقت كان قصير قوي بالنسبه له. لكن انا عارف ان كهربا ملتزم جدا بشوفه في النادي بيتمرن وبيأدي في ماتشاته الوديه بشكل كويس جدا وبيجيب اهداف. انا اعتقد ان في كهربا دوره جاي في الفتره اللي جايه. علي معلول هيجدد قريب؟ طبعا ده لا خلاف عليه. ده حبيب الملايين. ده حبيب الكل. هل بن شرقي ممكن يبقى في نادي الاهلي؟ وارد. وارد جدا. تتفق؟ بن شرقي؟ لا يمكن. ليه؟ بن شرقي مش هيلعب في مصر غير الزمالك. هل ممكن علي معلول يروح الزمالك؟ ممكن علي معلول يروح الزمالك؟
يسال علي معلول. انا بقول اصل انا طالما سالته بن شرقي يروح الاهلي، طب ليه ما نديش برضه مثال لان علي معلول يروح الزمالك؟ طب ممكن لو صبرت دقيقه كنت ممكن نقول السؤال. ماشي. عارف ليه مش هتساله؟ اقول لك ليه مش هتساله. لان انت شايف ان علي معلول عنده استقرار مالي صح واداري بالظبط وناجح. اشرف بن شرقي لعيب ناجح بس ما عندوش استقرار ولا اداري ولا مالي في نادي الزمالك، فبقى زي ما بيكونوا ايه يعني، ده ما عندوش استقرار مالي واداري فممكن الاهلي يخطفه من الزمالك. لكن الناحيه الثانيه ما حدش يقدر يخطف حد من الاهلي لان هو عنده استقرار مالي واداري. طب انت قلت ليه لا؟ لا انا بقول لك اهو، انا الايام بيننا، الايام بيننا، مش احنا الفقره دي مستمره مع بعض ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله. كارتيرون مكمل مع الزمالك؟ طب معلش انا اسف ان انا اقطعك يعني، هو وعلي معلول ليه ما جددش لغايه دلوقتي؟ يعني يعتبره جدد بالظبط. ليه طيب؟ خلص الموضوع. لا اعتبره جدد. يعني ايه اعتبره جدد؟ يعني خلاص، يعني هو من 48 ساعه اتفق على كل حاجه وتقريبا اعتبر مضى العقد. تمام يا كابتن. هي النقطه بس النقطه كانت في سنتين او ثلاثه يا كابتن، هي النقطه في سنتين ولا ثلاثه ورقم لا معين كمان. لا النقطه في رقم. برافو عليك. في حاجه ثانيه، في حاجه نقطه في رقم. انا في رقم بس سنتين ولا ثلاثه على فكره وما وصلوش. علي معلول واشرف بن شرقي فرجاني واي لعيب القصه بالنسبه له الاولى هي الماده الفلوس. هقول لك قصه مشواري الكروي، فاضل لي سنتين ثلاثه وصلت ل 30 31 عايز اعمل اخر عقد ليا وانا متالق واخد الفلوس اللي انا عايزها. صح، بس في حته هنا بتختلف. وعدك في مكان فترات مع بطولات كتير مع نجاحات كتير بتخليك تعمل حسبه للاخر، يعني بتشوف انا هفنش ازاي الجمهور ده في ظهري ازاي، انا هبقى نجم واسطور من اساطير الحته دي، يعني ليها تفكيرات كتيره جدا جدا. على فكره شفناها مع محمد صلاح في ليفربول. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. شوف انا عامل فيها مذيعه. لا لا ولا يهمك، بيتك ومطرحك يعني، انت شغال جنبينا مش بعيد. واسال هشام كمان. ليه اشرف بن شرقي النهارده تونس اتغلبوا من غينيا صح؟ امبارح واحنا تعادلنا مع انجولا. واشرف بن شرقي مش لعيب اساسي خالص في المغرب صح ولا انا غلطان؟ لعيب ممكن ينزل 5 دقائق 10 دقائق. تمام. طيب ليه الماده اللي بينافس الاهلي والزمالك في اللعيبه دول هم بس دول الخليج؟ ليه ما فيش نادي اوروبي بينافس؟ مستويات بعيدة. ليه نادي اوروبي ما بيديش علي معلول مثلا 5 مليون دولار؟ ليه اشرف بن شرقي ما ياخدش 2 مليون دولار؟ انت رديت على السؤال قبل ما تبتدي. سن رقم واحد، سن انا هفكر اجيب واحد دلوقتي صغير في السن ولا كبير في السن. رقم اثنين هو خاص عنده تشبع، فهو النهارده لما يجي يفنش يا اما هفنش في النادي اللي انا فيه عنده استقرار زي ما قال كابتن سيف، بطولات هتوديه في حته تانية، حبه لجماهير النادي الاهلي ده اللي فرق معاه جدا. هو كابتن هشام هو انت وديتني في حته تانية. لا اتكلم على اوروبا. خالد رد مع اوروبا صح؟ لا 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 رد قبل ما يسال. انت قلت انت كنت مع كارتيرون وكارتيرون قال لك ان منتاليتي بن شرقي كمان صح وطريقته ما تخلوش ينجح غير في مصر وافريقيا. انت اللي قلت. ايوه ليه؟ عشان منتاليتي وتفكير ما هو أنا وامكانيات. انتوا بتودوني في حته تانية. انا بسالكم انا راجل لعيب جامد جدا. انت جامد جدا على قد الحته دي. ايوه ما انا بكلمك بقى ليه العين الاوروبيه ما هو انا بشوف لا تنظر لهؤلاء اللاعبين. لان انت جامد هنا بس. انت جامد في الحته دي مش جامد في الحته دي. ماشي وده اللي انا عايز سن يا خالد وده اللي انا عايز اوصله. لا 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 دي على فكره واضحه. عايز اقول لك حاجه، ليه من الصعب ان الدوري الاوروبي ياخد من عندك دايركت حتى محمد صلاح حتى النني رمضان صبحي حتى رمضان صبحي ورجع؟ ليه لازم تطلع تركيا او سويسرا ثم بعد كده تبقى محطه تروح ايطاليا ثم بعد كده ليه؟ سيف. لان العالم بيتحرك في بلان ثابت. سيف ممكن يعني الدوري الانجليزي بياخد من حتت معينه انديكيشنز ان الحته دي ما بتاخدش غير لعيب جامد فاخد منه. سيف ممكن اقرا لك حاجه؟ اتفضل. اخر تجمع ده اخر معسكر تونس اللي موجودين في المنتخب 20 محترف 5 من فرنسا 3 من مصر 2 من انجلترا 2 من قطر 2 من 1 من الامارات روسيا 1 تركيا 1 المجر 1 الدنمارك 1 ايطاليا 1 السعوديه 1 هولندا 1 المغرب 22 محترف في المنتخب 4 من فرنسا 4 من اسبانيا 4 من انجلترا 2 من ايطاليا 2 من تركيا 2 من هولندا 1 من المانيا 1 من مصر اللي هو اشرف بن شرقي 1 من المجر 1 من بلجيكا. السنغال 22 محترف 8 فرنسا 6 انجلترا 3 ايطاليا 2 تركيا اسبانيا المانيا بلجيكا. الجزائر 24 محترف 4 من فرنسا و4 من قطر ومن السعوديه ومن انجلترا ومن ايطاليا وبلجيكا وهولندا والمانيا واسبانيا وتركيا وتونس وسويسرا. مصر 5 محترفين 2 انجلترا 2 تركيا 1 سعوديه. تمام بس
عايز توصل ليه؟ مصر 100 مليون عندها في قائمه ال 26 اسم خمس محترفين منهم واحد من السعوديه واثنين في تركيا واثنين في انجلترا تمام؟ وكل المنتخبات بقى اللي هي تصنيف اول واللي هي عندهم اقل 21 محترف و25 محترف و24 محترف بس عايز اقول لحضرتك خالد كلامك صح مليون في الميه لان هم عندهم ثقافه احتراف مختلفه ولكن في الاخر في احيانا بيبقى حشو كتير يعني انا عندي 20 محترف بس فين؟ في نادي ايه؟ هتدور هتطلع 2 3 لا 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 انا بكلمك على الدوري الفرنسي عندي مثلا 8 الدوري الايطالي عندي 3 الدوري الانجليزي عندي 2 الدوري التركي عندي 2 الدوري السعودي مثلا عندي 2 الدوري كده يعني بكلمك في انت في النهايه الحشو ايه انت محمد صلاح مع احترامي يعني النني هو النني لعيب اللي بيلعب السنه دي في الارسنال ما بيلعبش السنه لعيب كويس بيلعب في الدوري الانجليزي يعني بيلعب في انت بتقول الحشو الحشو انا بتكلم لا يعني قصدك عندك لعيبه تقال انت عندك النني كان عندك المحمدي وعندك صلاح وعندك النني وعندك المحمدي وعندك حجازي في الدوري دلوقتي انت 100 مليون انت اكتر دوله انت عايز تقول ان لازم عايز يقول ان على القاعده 25 و30 محترف عايز يقول ان القاعده لازم اوروبا ما يروحوش طبعا دي مشكله عندنا طبعا لازم نحلها وعندنا ليه هو الجزائر اعلى راتب للاعب كام والتونس اعلى راتب للاعب كام احنا عندنا كام 40 الف دولار و50 الف دولار بالظبط انت عندك النهارده انت عندك لاعب هنا بيطلب 2 مليون دولار في السنه يعني اللعيب المحترف اللي هو اشرف بن شرقي او علي معلول او او اليو ديانج او خلاص اللعيبه دي بتوصل لمرحله 2 مليون وفرجاني ساسي ما مشي ليه ما هو فرجاني مشي عشان راح الخليج خد 3 مليون صح ارجع تاني لسؤال بقى مهم هو يخص الدوري المصري قبل ما نروح للمنتخب ايه الفرق بين الاهلي والزمالك وبيراميدز وهل في منافسه على الدوري الممتاز الثاني ولا لا طبعا في منافسه طبعا وفي فرق طبعا في مش هقول كبير لكن في فرق طبعا في الاداء السنه دي النادي الاهلي الاداء الاهلي السنه دي مختلف وده شفناه في اول 3 جولات مش هقدر اكمل عليه الموسم كله لكن انا بتكلم على سكواد بتاع النادي الاهلي عنده بديل 2 و3 هل احنا نقدر كرويا احنا بنتكلم دايما فنيا كرويا نقدر نقول اهلي زمالك بيراميدز ولا ظل الاهلي وزمالك في حته والبيراميدز في حته تانية اهلي وزمالك في حته طبعا رقم واحد يجي بعديهم يعني بيراميدز ممكن يجي بعديهم انا كنت شايف ان محمود ودي كان بيتكلم كويس يقول لك ان احنا ما نقلش على الاهلي وزمالك على الاهلي وزمالك وامكانيات ولا عندنا ضغوط بس انت كده اختلفت معاه طبعا لازم اختلف معاه لان هو في كيان ثابت عندك الاول يا كابتن عندك قاعده القاعده دي موجوده متماثله في اعلام في جماهير في مؤسسه بقى لها يعني 100 سنه اذا انت بتقول ان مفيش منافسه الاهلي والزمالك في حته وبيراميدز في حته فبتخلي تتفق وتختلف اتفق مع هشام في كل كلامه الاهلي والزمالك ايه اللي بيخلي اللعيب ياخد بطوله اولا اللعيب عباره عن كم من المشاعر والعاطفه والدوافع والقدرات والماليات وكل الحاجات بقى المختلفه صح الزمالك والاهلي عندهم الشهره لا تقارن ببيراميدز ما تلعب في الزمالك واهلي غير ما تلعب في بيراميدز عندهم الضغوط العصبيه الملقاه عليهم في الشارع لو اتعادلوا في ماتش غير طبيعي بيراميدز لو اتعادل النهارده بكره بعده مش هتفرق ولا حد هيقول لهم حاجه في الشارع اول لو شافوهم في الشارع عبد الله حبيبي ما اعرفش ولا هيتكلموا على نتيجه مش في دماغهم النتيجه خالص هو تفهم ان انا شفت عبد الله عايز اتصور معاه لكن واحد زي رمضان مثلا لما بيمشي في الشارع دلوقتي البعض بيبقى ضده لانه ماشي من الاهلي تمام وبالتالي اللي انا بقوله ان نادي اللي ياخد بطوله لازم يكون نادي جماهيري اعلام مساند احنا في زمن الاعلام لابد ان يكون مساند دوافع اللعيبه لازم اللعيبه تخاف وتعمل 100 الف حساب للجمهور اللي بيشجعها عشان تموت نفسها في الملعب ما يكونش الدافع فقط هو دافع مادي بدليل عبد الله السعيد ما عبد الله السعيد ما كان عايز يمشي كان بيقول ايه انا عايز امشي عشان اخد بطوله انا عايز امشي عشان طيب لو انت كلامك مظبوط وكابتن هشام كلامه مظبوط طب ما واحد دلوقتي قاعد بيتفرج عليه يقول لك ده بيراميدز اول سنه عملوا النادي طلع وصيف دوري وصيف كاس كان ممكن ياخد دوري ممكن ياخد كاس كسب اهلي وكسب زمالك بص ايام المستشار تركي آل الشيخ قصه دلوقتي قصه ثانيه تمام القصه دلوقتي الدنيا ماشيه ظريفه تكسب ما تكسبش مش مشكله يعني الدنيا ماشيه تعرف انت لو كان الزمالك ولا الاهلي بيلعبوا في دور قبل النهائي في الكونفدراليه وجي الكره لمحمد فاروق راح مضيعها هيوصل النهائي بيراميدز هيوصل النهائي طق كده نهائي وخد البطوله على فكره كان هياخد بطوله ونفاق ستيف النهائي وضيعها جه احمد توفيق طق ضيعها
واتغلب اقسم بالله مصر كانت اتقلبت لو زمالك واهلي. لكن هل بعديها حصل حاجه؟ لا بزالت شويه عادي الدنيا عدت يعني. يعني انت مقتنع ان الاهلي والزمالك السنه دي في حته ثانيه؟ الزمالك والاهلي هيفضلوا طول الوقت في حته ثانيه خصوصا في مصر. بس انا حاسس البيراميدز السنه دي مختلف، هادي جدا ماشي بخطى ثابته، ممكن الاهلي الزمالك مثلا يتعثر ماتش الاهلي ماشي بشكل كويس يعني ممكن يخش. ده وارد يا كابتن عادي، وارد جدا ان انت النهارده نتيجه انت بتلعب فريق كبير برضه في النهايه ولاعيبه خبرات كلهم لعيبه كبار كلهم وعندهم مدير فني محترم ايهاب جلال يعني حدث ولا حرج يعني. ففي النهايه هو عنده طموح ان هو يكسب الاهلي والزمالك، لكن المنافسه بقى انك تكمل المنافسه ده بيبقى صعب. عايز اسالك سؤال تاني، مره كان كابتن شريف اكرامي كان مع كابتن شوبير وكانوا بيتكلموا على رمضان، بس انا عايز اتكلم على رمضان عبد الله احمد فتحي شريف اكرامي الاربعه مع بعض. قال ان ارقام رمضان مع بيراميدز ارقام عاليه جدا وممكن تكون ارقام افضل من الاهلي، بس الجمهور ممكن مش شايف او الناس مش عامله يعني اهتمام بالقصه. هل ده ممكن يكون مظبوط للاربع لعيبه؟ يعني لما تيجي تسمع ان فريق فيه عبد الله فتحي شريف اكرامي علي جبر هما فرقه طبعا اكيد رمضان وممكن زي ما حضرتك بتقول يا كابتن سيف ان ممكن الواحد مش واخد باله او انا مش عايز اخد بالي ممكن يبقى انت عامل الارقام او انت مثلا مستواك مميز جدا مع الفرقه انت شايف ده وكسبان ده. لا انا شايف ان قلت منهم حاجات هم بيلعبوا بلا ضغوط المره دي يعني ما عندهمش ضغوط. لا انا بلعب كوره للمتعه، بيراميدز بيلعب للمتعه يمتع نفسه يكسب يتغلب فعلا زي ما قال خالد يعني عادي يعني هيبقى زعلان شويه لكن مش زي ضغوط الاهلي والزمالك لما يخسر ماتش. يعني دي مزوداهم ولا مقللاهم؟ مقللاهم. لا مقللاهم طبعا مقللاهم طبعا. يعني انت مقتنع ان هم قلين عن مكانه؟ طبعا. انت مش رمضان صبحي تم استبعاده؟ حد اتكلم عليه؟ اتكلموا على محمد شريف وقفشه، محمد شريف وقفشه وطارق السعيد وزيزو مع التفاوت يعني في الكلام على الاربعه. حد اتكلم على رمضان؟ محدش ركز مع رمضان خالص. رمضان ده لو في الاهلي وتم استبعاده كان هيحصل ايه؟ ولو خصوصا لو مكسر الدنيا وعامل ماتشات كويسه. ورمضان ندم على فكره. رمضان ندم واضح يعني انه ندمان انه مشي لحساب الاهلي. حسيتها ازاي ايه؟ يعني حسيتها ازاي دي؟ حسيتها بنفسه مع رامز جلال طلع ورامز قاعد يرميها له وقاعد يقول له قال له انا طب انا عايز ترجع الاهلي انا عايز ارجع الاهلي بس انا في بيراميدز دلوقتي ثم يوافقوا يعني طبعا ندمان لان هو في النهايه شاب صغير اتخذ قرار بانفعال يعني ايه مثلا حد قال له مثلا ايه شوف مستقبلك مثلا او هو ده الفلوس او قدامك ساعه انت قدامي ساعه طب انا ماشي فاهم قصدي اللي هو مفيش تفكير عميق في فكره ايه اللي جاي وايه اللي واللي بعد كده والدنيا رايحه لفين. انا اعتقد ان هو فكر مليون مره اكيد ده اكيد فكر مليون مره عشان ياخد قرار زي ده ان يمشي من النادي الاهلي وهو احسن لعيب في النادي الاهلي والبطولات واعلى راتب كان هيجي له الفتره اللي جايه ندم فاكيد. لا اقول لك حاجه بس تفكروا فيها، خد خمس ست بطولات الاهلي بعديها تفكروا فيها كويس. انت كابتن خالد يعني انتوا نجوم كبار ولعبتوا في ظروف كتير قوي تعرضت لضغوط اللي هي تشقلب دماغك؟ لا لا يمينه ما كانتش في ضغوط دي ضغوط ماليه يعني لا انا تعرضت لها ما تقدرش تقول بس لا وانا ما اقدرش انا اقسم لها. بالله انا اقسمت لك بالله اهدى بس انا بقول لك اهو اهدى طيب بص اقسم إهدى. بالله لا يمكن لا لعبي في نادي الزمالك بص يمينه كانش في انديه ثانيه عيش معايا اللحظه ما فيش انديه ثانيه انت ما سمعتش السؤال فرد. انت بتتسرع عشان ما سمعتش مش متعود حد يسالك اصل تقارني بين الماده والزمالك انا مش هقارن انا هسالك سؤال تمام انت خالد الغندور تمام تلعب في الزمالك دلوقتي ربنا يديك الصحه تمام ظروف الحياه جه حد معاه شنطه فيها مثلا ايه 40 50 تمام اي راس في ثلاث سنين مش مهم ماليش دعوه في كام ما هو لا ما هو لازم دي واحده بس تمام انت جه حد خالد خد ده هتمضي في النادي الفلاني تقعد مع نفسك كده خمس دقائق فكر فيه. لا انت معلش انت هقول لك تاني رمضان اتعرض عليه لا في سيبك من رمضان انا ما انا بقول لك عشان العرض بس لا سيبك من رمضان لا ما هو اتعرض عليه مثلا 13 في الافلام انا ما بتكلمش برضه على رمضان انا بتكلم خالد غندور ماشي ما هو لازم يكون في يعني هنا كام وهنا كام ما انا بقول لك اتعرض عليك مثلا ما هو اتعرض عليا هنا 13 مليون في السنه لا دي واحده بس اتعرض هنا 30 وهنا مثلا 10 انا بتكلم انت كخالد سيبك مفيش كده سيبك بس من رمضان مفيش كده والله امشي معايا واحدة لا ما انت هتغني ما انا جاي لك انا مال وانا قاعد انا دي واحدة جاي لك انا انت عرض عليك 30 انت بس بتاخد 10 هتعمل ايه؟ لا مفيش كده مفيش حد بيعرض كده طب انت رافض دي امشي معايا واحدة لا ما ينفعش ما انت عايز تخلي السؤال يروح للحتة لا هو في عرض 13 مليون وعرض 17 مليون
يعني عرض مثلا رمضان 13 الاهلي هيديله 13 والزمالك هيديله 20 او الاهلي هيديله 20. انت فاهم كده؟ اه لا انت فاهم ان العرض يعني على 13 و17 فرق 5 6 مليون. انت فاكر كده؟ فرق 5 ما هو في النهايه الثلاث سنين هيفرقوا 15 او 16 او 17. لا انا يعني معلش اللي هيعرض عليه 14 مليون زي اللي هيعرض عليه 20 مليون. اقول لك حاجه الصراحه حتى طموحاتك مش قادره تروح يا خالد. اللي بياخد إيه؟ خليني بس اخلص. هو الطموحات ماليه بس خليني اشرح لك ال 13 وال 17 لو احنا بنتكلم في الجزء المالي. ده مش حجم مقارنه لان انت هنا عندك اعلانات وعندك قصص فالمشوار بالزبط. بقى بعيد. لا أيه. المشوار لازم يكون مختلف عن كده بكتير. يعني هو خد 30 مثلا. انا مش بتكلم عن رمضان برضه ربنا يبارك له في تفاصيله. انا بتكلم على الارقام بصفه عامه عشان تيجي تجيب الورقه دي من هنا لهنا الرقم ما يبقاش سؤالك لخالد من جنيه لجنيه وخمسة. سؤالك لخالد لو الزمالك هديني 10 وبيراميدز هديني 30 هروح الزمالك. بلاش بيراميدز انا بتكلم بصفه عامه. انت والزمالك اي نادي هيديني 30 والزمالك هديني 10 هروح لنادي الزمالك. هتروح الزمالك اقسم بالله. اشياء دلوقتي ولا على الضغوط قبل واحنا بنلعب؟ انا بتكلم انت ما سمعتهاش اصلا. لا انا عايز بس عشان ارجع لك بحاجه لان انا حصلت معايا مع نادي الزمالك. انا اتعرض عليا وانا في النادي الاهلي وكان القرار انك لازم تلعب 6 سنين فريق اول وبعد كده يتعمل لك عقد. القرار ده اتلغى لان انت طبعا عشان تطلع وانت ناشئ عندك 18 سنه لازم تلعب 6 سنين فيبقى عندك 25 سنه وبعد كده يتعمل لك عقد فبتلعب ببلاش. فالقرار ده اتلغى اتعمل 3 سنين بس. فكنت انا في الفريق الاول وانا عندي 18 سنه ومع النجوم طبعا حضرتك كوكبه يعني. ففي الوقت ده كان لازم يتعمل لي عقد. فالكابتن صالح خد قرار من رحمه الله عليه من انجلترا ان انا يتعمل لي عقد. الزمالك عرف. انا بكلمك بقى وحياه النعمه دي دلوقتي اللي على عينيا يعني. تمام. فقعدوا معايا واتكلموا معايا وحطوا رقم يعني انت مش متخيل. كام بقى؟ كان مليون جنيه. مليون جنيه سنه انا ماضي سنه مش ماضي معاهم يعني كنت ماضي في النادي الاهلي سنه 94 بعد البطوله العربيه 94 95. والله يا كابتن زي ما بقول لك كده اقسم بالله خيال وراح لحته. لا مش خيالي والله انا بحلف لك بالله. انت سمعت رايح انا وياسر ريان يا كابتن. انا اخد كلامي اكمل. مليون جنيه انت عارف كنت باخد كام؟ يا حبيبي 90 ده كنت احسن لعيب كوره في مصر على فكره. انا عارف انا كنت 120,000 جنيه يعني الغندور ياخد 120 ياخد مليون. انا كنت واخد احسن لعيب في مصر 94 يا كابتن. انا واخد احسن لعيب في مصر وثلاث سنين. هقول لك بس مش في السنه. مش في السنه اكيد. مش في السنه. ماشي مش في السنه. ما انا بقول لك مش ايه؟ مش في السنة أربع سنين لا في ثلاث سنين. طب راجل طب ما وضح طب ما انا لسه انا طب دي واحدة بس يعني انت هتروح ب 350 في السنة؟ 350 عارف حازم الغندور بياخد 100؟ عارف حازم كان ايه؟ حازم رجع بكام؟ هو وحسام ابراهيم 100 حازم راح اودينيزي ورجع عارف كان بكام؟ ب 250,000 250,000 يعني انت هتروح اغلى من حازم الغندور؟ حازم بعديها بثلاث سنين. انا كنت ساعتها واخد احسن لعيب في مصر قبل الرباط يعني تاخد ثلاث اضعاف خالد الغندور؟ كابتن انا اتعرض عليا هو مش حاجات انا اتعرض عليا هم بتبقى ممكن هي اتعرض عليا مليون انا وياسر ريان تنافس قالت له بياسر ريان الزمالك والاهلي بس هو حظه ان هو نايم. وياسر كام؟ كنت انا وياسر رايحين مع بعض. في الوقت دوت كابتن صالح اللي هو هشام رحت انا فعلا مضيت في النادي الاهلي مع الحاج تيسير هواري بره النادي كان ساعتها ب 150,000. بس انت متاكد ان ياسر عارف الرقم ده؟ ياسر؟ لو عرف كان مضى. كان عارف والله كان هتقول لي عليه ب 150 مرضاش والله انا والله كابتن ساعتها والله مضينا ب 150 خمس سنين. خمس سنين حتى كان النادي كان اصلا قرار النادي يا كابتن كان بعد ما بعد ما بطلت كوره فكرت لقيت ايه؟ يعني لقيت ان انا كان لازم اختار الماده او بره مش لازم اهلي وزمالك مقارنه يعني بصفه عامه كان لازم اسافر بره في وقت ما لكن انا لما اخترت صح ان انا ابقى في النادي الاهلي تبقى في النادي الاهلي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الفلوس اللي راحت دي راحت فين بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونخش كده سريعا على المنتخب الوطني. المنتخب الوطني وتغييراته. كيروش احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان كيروش مره ساب قفشه وشريف ومره الثانيه ساب لعيبه مهمه جدا طارق حامد وزيزو ورمضان. بص اولا عايز بس اقول كلمه. كارلوس كيروش مدير فني كبير قوي صح مش احنا اللي هنقيمه صح كمدير فني يعني مش احنا بنقول ارائنا ارائنا دي جنب مستر كارلوس كيروش ما تجيش مثلا 5% من خبراته من تدريبه من سنوات تدريبه للأندية للمنتخبات اللي درب في كأس العالم أكتر من مرة صح. يعني فده قيمة كبيرة جدا لكن ممكن نختلف في شوية حاجات. أولا طارق وزيزو وقفشة والشريف
ورمضان لعيبه مش اساسيين خالص مع مستر كارلوس كيروش، لعيبه مش اساسيين تمام، يعني هم الخمسه مش في ال11 بالنسبه له تمام. نمره 2 الاختلاف بس عندي على نقطه، ان هو بقاله ايام قليله على فكره كارلوس كيروش القصه يقول لك وناس تقعد تقطع فيه وما غيرش وما عملش ونفس المستوى وبتاع. اولا كارلوس كيروش مسك المنتخب 8 ايام ومسك المنتخب بقاله 3 ايام او 3 4 ايام بس. يعني كارلوس كيروش كل معسكراته مع منتخب مصر 8 ايام و 3 ايام ولسه مكمل ماتش الجابون تمام. وصل للي احنا عايزينه اللي هو ايه، اللي يوصل للمرحله النهائيه. خد بالك تطلع تتغلب كل الماتشات زي ما تتغلب اخر ماتش، الوصول كاس العالم الهدف هو الوصول كاس العالم، يعني ان انت توصل للمرحله النهائيه ده مش انجاز. يعني ده مش انجاز، ده الانجاز هو الوصول لكاس العالم. النقطه الغريبه انا شخصيا انا بقالي دلوقتي محمد شريف بقاله لا يقل عن 3 سنين ونص بيلعب راس حربه من ساعه ما انتقل لامبي وكان هداف ثم رجع للنادي الاهلي، ابتدى يلعب في مركز راس حربه تمام. وما جه لعبه في ماتش ليبيريا لعبه راس حربه تمام، وما جه اتفرج عليه في ماتش الزمالك اللي تالق وجاب جونين كان بيلعب راس حربه. فجه استبعد عمر مرموش عشان مصاب، علامات استفهام برضو على استبعاد رمضان صبحي. رمضان صبحي الراجل اما كان معايا في المعسكر اما انا اخترته بناء على رغبتي انا ككارلوس كيروش نزلته اخر 10 دقايق في ماتش ليبيا جاب لي الجون الثالث تمام، رجع تالق مع بيراميدز وفرقته كسبانه 3 ماتشات. فهو استبعاد رمضان على اي اساس؟ انا مش فاهم برضو ليه اساس. طب ده عمر مرموش كمان مش موجود، يعني انت ممكن كمان لو في اعجبت بواحد عايز تلعبه فكده كده رمضان موجود، لا انت استبعدت رمضان معرفش ليه. جيت لعبت محمد شريف ناحيه رمضان وهو راجل بقاله 3 سنين ونص ما بيلعبش في الحته دي غريبه جدا. فما جيت خرجته ما نزلتش طرف، ما نزلتش مصطفى فتحي مثلا، ما نزلتش يعني لا، رحت منزل احمد ياسر ريان مكانه. ايه يعني ايه يعني ليه احمد ياسر ريان؟ احمد ياسر راس حربه عمره ما لعب في حياته هاف ليفت. فاشمعنى ما جيت نزلت مروان حمدي وطلعت مصطفى محمد تمام. برضو يعني التغييرات كانت غير منطقيه واماكن اللعيبه غير منطقيه. بجانب ايضا كان مشكلتنا في الشوط الاولاني ان احنا ما عندناش قاطع الكرات اللي هو رقم 6 السليه والنني مش من اللعيبه. لا على طارق انت انا بين لا انا بين الشوطين لا ما انا طارق مش موجود خلاص. انا بين الشوطين بتتكلم على يعني ان المنتخب افتقد طارق قصدك؟ انا 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 طارق طبعا طارق المنتخب يفتقده ان هو من 2016 لم يتم استبعاده، ولكن انا بتكلم على حمدي فتحي. حمدي فتحي هي النوعيه القاطع الكرات، فانت ما ينفعش تلعب النني والسليه، ممكن تلعب السليه وحمدي او حمدي والنني بدليل هو راح اما جه غير راح منزل حمدي وراح مطلع تقريبا النني كانه هو الفري في نص الملعب او صانع الالعاب اكتر. فبرضه دي علامات الاستفهام على التغييرات على الاماكن على الاستبعاد، برضه كلام يعني لا منطقي في الاماكن اللي اختارها مستر كارلوس كيروش لبعض اللعيبه ومنهم محمد الشريف واحمد ياسر ريان اللي كان التغييره بتاعته. هشام عندك رد؟ بص يا كابتن، ان هو الراجل بطبعه زي ما قلت لك قبل كده ان البرتغاليين لهم مدرسه خاصه، خلاص اتفقنا على كده. رقم 2 هو بيلعب 4-3-3. طيب هو النهارده عنده غياب لعمر مرموش، طب مين النهارده اللي هيبقى مكانه؟ هو شاف ان خروج قفشه وشريف من المعسكر اللي فات ده كان يعني اكيد راجع حساباته. لقى النادي الاهلي ولاعيبه كويسه فعلا بجد ولاعيبه كبيره، فما كانش ينفع يخرجوا لان هو جه على ماتشات وديه كان شايفهم وكانوا هم اساسيين في المنتخب، فعارف ممكن تراجع حساباتك للحظه، فهو راجع حساباته. فخلاص جهاز المعاون ناس محترمه جدا ناس قديره جدا اكيد اتكلمت ان الشريف ممكن يلعب طرف عادي ما عندناش مشكله، يبقى انت تلعب مصطفى محمد وهنجيب المره دي احمد ياسر ريان ان هو سبعه كوكا، وهيبقى محمد صلاح موجود، وعلى الطرف اللي هنا عندك محمد شريف. انا كان عندي بس ملحوظه ان انت النهارده طالما عمر مرموش مش موجود يبقى لازم يبقى في اختيارات. حتى افرض شريف كان وحش، افرض كان عيان، افرض حصل اي حاجه، مين اللي هيلعب في الحته ديت؟ فده رقم 1. رقم 2 انا اعتقد ان المكان ده بتاع تريزيجيه
يعني مكان ده تريزيجيه ان شاء الله لما يرجع بالسلامه ويبقى بيقف على رجله هو رقم واحد في الحته دي، لان احسن واحد في الطرف محمد صلاح هنا وتريزيجيه هنا وهيلعب براس حربه صريح. طب هل ممكن شريف هو المنافس في رمضان في الحته دي؟ لا رمضان هيبقى بعيد، والله هيبقى بعيد. هيبقى بعيد. هل هو رمضان هينافس ممكن قفشه لو رجع لمستوى او يعني لو حط في حساباته؟ هل هو طالع حامد على رادار الراجل اصلا؟ هيبقى موجود لكن هو ممكن يعني هو شايف ان بص يا كابتن احسن واحد في مصر دلوقتي بيقلب الطريقه سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر هو حمدي فتحي. خلاص انت النهارده عايز تلعب ب 3 4 3 حمدي فتحي بقى هو الحل في مصر كلها. وما شاء الله ربنا يحميه لان فعلا الوحيد اللي بيعملها 10 على 10 بيعملها نموذج ازاي بيسقط ورا ازاي بيدافع ازاي هو اصلا قصير وبيطلع يعمل تيك اوف بياخد كل الكرات ازاي بيبدا هجمه ازاي بيكمل في وسط الملعب وبيطلع النني او السوليه اللي قدام وهو اللي بيبقى محور ارتكاز رقم 6 بيعرف يقطع الكره كويس قوي. فهو حمدي فتحي اللي منجح له الطريقه دي كلها وهو اللي مخليه خلاص ان ممكن زي ما خالد كده بيقول ايه ان طارق حامد ممكن يبقى بعيد شويه الفتره دي. تمام. ليه محمد صلاح هو صانع البهجه في المنتخب الوطني او صانع الاسيست باللغه العربيه يعني هو صانع الهدفين اللي هو لا ده صانع كل الاهداف هو بيستلم الكره بيوصل اي حد مره واثنين وثلاثه ليه دوره متغير والناس دايما تطالب تقول لك بس محتاجين ان هو يروح ويجيب اهداف ويشتغل بسرعات زي مع ليفربول مع اختلاف الظروف. فكرتني بمره كده كان واحد مصري بدون ذكر اسماء يعني بيلعب في الخليج فكان اللعيبه زمان يقولوا له ايه انت لازم تروح تجيب الجون لازم ترقص ولازم ترجع تدافع عشان انت بتاخد فلوس اكتر مننا فمعز وهم كانوا بيشتغلوا كموظفين يعني ما كانش لسه الاحتراف داخل قوي ده زمان يعني فكان يقول لك انت تعمل كل حاجه فهو محمد صلاح عشان هو ثالث احسن لاعب في العالم فهو المفروض هو اللي يدافع وهو اللي يباصي وهو اللي يشوط وهو اللي يجيب الجون وهو اللي يضرب وهو اللي يتمسك احنا لعبه جماعيه يا سيف لعبه جماعيه من 11 لاعب ال 11 لاعب رمضان صبحي ما راح احترف احترف في نادي اي كلام يعني من الانديه الضعيفه جدا رمضان لو كان بيلعب في ليفربول غير ما رمضان يلعب في نورتش سيتي او في انديه صغيره محمد صلاح لو بنجوميته بامكانياته الفظيعه لو راح لعب في مثلا فولهام ولا نيوكاسل مستواها هيتغير عن انه بيلعب في ليفربول لان ليفربول بيلعب مكانه جنبه مين بيلعب فيرمينيو بيلعب ساديو ماني بيلعب فان دايك بيلعب ارنولد بيلعب لعيبه جامده جدا فانت بتكون جامد جدا في وسط اللعيبه الجامده جدا تمام لكن ما تقعديش تقول لي منتخب مصر لازم محمد صلاح يجي يلعب يجيب الاجوان هو اللي يباصي هو اللي يشوط هو اللي يرقص هو اللي يلعب لو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي يبقى يا عم محمد صلاح يا عم انت جامد في ليفربول وجاي تقعد بقى تقرفنا هنا وما بتعملش حاجه وبتاع مفيش الكلام ده احنا لعبه جماعيه لعبه جماعيه محمد صلاح مؤثر مع منتخب مصر محمد صلاح مؤثر مع منتخب مصر ما تقعدش بقى تبص لاخر 3 4 ماتشات هو مين هداف اخر 10 سنين للمنتخب صلاح مين اللي جاب الجوان في كاس العالم مين اللي جاب الجوان في الاولمبياد اللي قبليها لا انا مقتنع كده مين اللي جاب الجوان في 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 في, في اللي وصلتنا لكاس العالم إيه؟ ماتش الكونغو لا انا قصدي خالد ايه اللي مخليه ياخد الدور ان انا بشتغل بالاسيست يعني انا بستلم اخد 2 3 افضي الملعب اودي ده وادي ده وادي ده لان خلاص العين بقت عليه النهارده على فكره الباك ليفت اللي لعب عليه كان لعيب كويس جدا ماتش انجولا ده لو شعر ده لعيب كويس ده حط السرول النني ما بينهم حاجه بصراحه بالظبط هو لعيب كويس ولعيب واحد صايد واحد يعني كل واحد عايز يصوت على محمد صلاح بلاي ستيشن بيجمع ناس على خط واحد ويشتغل يعني بص في كل واحد عايز يتصيط على محمد صلاح اي باك ليفت عايز يلعب او هاف ليفت نازل يتصيط على محمد صلاح نازل هديك كوبري مش هترقصني هضربك واحده هو كده هو نازل اذا كان ثلاثة من الجمهور نزلوا عايزين فانيله محمد صلاح واحد من لعيبه قال لك رقم 9 ده قال لك انا امنيه حياتي انا خدت فانيله احسن لعيب في العالم فالوضع مختلف وصلاح نجم كبير وطول الوقت هتلاقي الناس ماسكاه وطول الوقت بيتعرض لضغوط ايه هو عارف وبيلعب على ملاعب مختلفه واجواء مختلفه وقصه مختلفه اكرم توفيق ليه بديل ولا حجز مكانه خلاص لا في منتخب لا ملوش بديل دي حقيقه حجز مكان بقوه يعني هو محتاج بس كمان بس شويه التهور النسبي اللي هو يعني سنه كده في السرعات اللي هو امتى اقف امتى فرمل امتى يعني في حاجات كده مع الخبرات هيكتسبها هيبقى احسن باك رات في مصر خلاص يعني مين بينافسه دلوقتي مفيش حد مش شايف حد اصلا للاسف يعني
يعني بص يا كابتن في اماكن معينه بتبقى ملهاش حد يعني سبحان الله. يعني مثلا جه ابراهيم حسن مثلا في الباك رايت قعد فتره كبيره جدا قامه كبيره جدا وفي المكان ده انا لعبت معاه كتير قعد فتره كبيره جدا وحجز مكان فتوح ليه منافس كتير ليه مين بقى ليه في تقدر تخلق كذا حد يعني في عندك ايمن اشرف ممكن تخلقه في المكان دوت عبد الله جمعه لو ركز ورجع تاني زي زمان لما كنا بنطالب ان هو يلعب بس عبد الله انا ما اعرفش هو امكانياته ايه الفتره ديت لا في لعيبه تانية تقدر في المكان ده كويس فتوح ينافس ايمن اشرف ايمن حاجه وفتوح حاجه ايمن اشرف لعيب دفاعي اكتر دفاعي اكتر بس نسي المكان نسي الحته دي خلاص انا لعيب بقالي 3 سنين بلعب في السيرد باك ببتدي هجمه من ورا يعني خلاص طريقه لعبي مختلفه الباك ليفت يعني التزاماته واجباته مختلفه مين ينافس فتوح في عبد الشافي ينافس فتوح بس هو كبير في السن المنتخب لا المنتخب عادي مع عبد الله سعيد 36 وعبد الشافي 36 واحمد فتحي 36 والراجل ما بيبصش السن يعني عبد الشافي انا بشوفه لعيب كويس عبد الله جمعه زي ما قال محمد حمدي لعيب كويس برضه في بيراميدز قصدي يعني في لعيبه كويسه في الباك هو عبد الله افضل ولا افشل طب ممكن اقول لك حاجه بس ما حدش يزعل مني يعني اتفضل انا منتظر من بعض اللعيبه اللي عامله بوم في مصر وفي بطوله افريقيا مع الفرز الثالث والرابع في ماتشات اللي هي انديه افريقيا اللي احنا بنلعبها دي ده فرز ثالث ورابع اللعيبه اللي بنلعبها انا منتظر اللعيبه لعيبه مصر النجوم عايز اشوفهم قدام تونس قدام السنغال قدام الجزائر قدام نيجيريا قدام غانا قدام الكاميرون قدام كوت ديفوار قدام الفرق دي وعايز اشوفهم في كاس الامم الافريقيه عايز اشوف ده وكاس العالم ان شاء الله وكاس العالم قفشه لعيب كويس جدا 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 لعيب كويس وعلى فكره قفشه لعيب كويس لعبا وخلقا طبعا طبعا وده اللي بحترمه فيه جدا لكن قفشه عشان اقول عليه لعيب كبير ولعيب مؤثر مع المنتخب هو حتى الان لعيب كويس جدا مع النادي الاهلي لكن مع المنتخب لعيب عادي حتى الان حتى الان اللعيب يعني الافضليه لمين دلوقتي عبد الله السعيد من الواضح هو لعيب كويس بس من الواضح ان السن ابتدى ياثر عليه السن ابتدى ياثر عليه يعني انت لو انا بشوف اللعيب مثلا في الحته دي اللي واعد جدا ابراهيم عادل يعني ابراهيم عنده شخصيه مواليد 2001 يعني عبد الله وقفشه من وجهه نظرك مين دلوقتي ايوه قفشه دلوقتي قفشه بس ما اقدرش برضو اقيم الا اما اشوف لان انا عبد الله السعيد شفته في مستويات سابقه في كاس الامم وكده وضد فرق كبيره بص اللعيب الكبيره سيف يبان في الماتشات الثقيله الماتشات الكبيره ولسه الجيل ده في ما لعبش قدام يعني احنا لعبنا قدام انجولا كنا مغلوبين 2-0 لعبنا قدام الجابون كنا مغلوبين 1-0 يعني فاهم قصدي لعبنا قدام جزر القمر لعبنا قدام يعني لا احنا عايز انا عايز اشوف قدام الجزائر بقى المرحله الاخيره ده اللي يبان فك شويه خمسه عشان عايز يطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الفاصل هيعملوا بعد ايه راجع لكم تاني عايز ارجع بقى وقتي خلاص يعني بيقترب كده من الانتهاء سؤالين صراع جدا لكابتن خالد وكابتن هشام كارتيرون مكمل في الزمالك كارتيرون مكمل في الزمالك هو اللي نفسه اللي قال لي الكلام ده انا يمكن اجتمعت بيه في اول تدريب طلع بيجي هو قبل التمرين بساعتين كده طلعت قعدت معاه بتاع نص ساعه زي وقال لي تخيل هو والله العظيم هو اللي قال لي كده بالظبط قال لي تخيل يا خالد وانا في دبي هو كان في دبي على فكره يعني لما كان في اجازه كان في دبي قال لي وانا في دبي كميه وكلاء لاعبين بيكلموني من قطر ومن الامارات ومن السعوديه لدرجه ان انا قفلت موبايلي هو قال لي كده قفلت موبايلي يعني فكره اي كلام طبعا طبيعي ومنطقي كارتيرون شايفين الزمالك عنده مشاكل ماليه شايفين انتخابات جديده الناس جايه ناس رايحه معظم الوكلاء عايزين يستفيدوا ماليا
فكارتيرو ممكن يجي له عروض من انديه في الخليج وبتاع، فهستفيد ماليا ان انا اعرض عليه نادي معين نادي معين، لكن هو رافض تماما زي ما قلت لك بالظبط. يعني كل دي اشاعات قفل تليفون لاي؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص. وهو الراجل عايز يقعد في نادي الزمالك وعايز يكمل، بس هو طبعا عايز استقرار اكيد، وعايز مجلس منتخب، وعايز يكون في استقرار مالي. اي واحد يعني يتمنى يكون في مدرب عام ولا على وضعه كده؟ انا شخصيا هو رافض تقريبا، بس انا شخصيا مع المدرب العام، لازم يكون في مدرب مصري. لازم، اصل انت معلش مستر كارتيرون مع كل احترام والتقدير، حضرتك كسبت بطولات وخدت الدوري وانت معاك مدرب عام مصري ومدرب مصري، فما جيهم الاثنين مشيوا فانت تقول لا انا مش عايز حد، لا لازم يبقى في واحد على الاقل، يعني صح. واحد على الاقل. في تصريح للكابتن بركات امبارح قال ان استبعاد قفشه، استبعاد محمد شريف، استبعاد زيزو وطارق حامد، انت عارفه؟ ما عرفت. لا لا، هو قال قفشه وشريف بس. قفشه وشريف، هو قال قفشه وشريف بس. انا زودت يعني لازم. لا ما هو قال لك قفشه. لا على فكره ميدو اللي قال له. ميدو اللي ساله. انا قلت ادخلكم في الموضوع. لا طبعا كانت الايام قامت. طبعا تصريح يعني عشان هو كان راجل في المطبخ ومدير الكوره، كان هو مدير يعني مدير فني مصري، ما يقدرش يستبعد. طبعا في حسابات جماهيريه وحسابات اعلاميه بتبقى صعبه، لكن انت ورا الاجنبي دايما بتساند عشان انت خلاص شايف في فكر معين راجل عايز يعمله، فهتسمع الكلام خلاص، لان انت كمان مش هيبقى في وقت التغيير تاني. على فكره دي ايام قامت برضه. يعني مع كيروش. لا 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 لا، بس لا مصر. لا 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 الموضوع مختلف. لا يعني حط انت نفسك ايام قامت برضه، حط نفسك انت لو انت النهارده مدير منتخب مصري وانا هنا اجنبي، انت بتاخد قرار وانا باخد قرار. الاعلام تحدث اكتر في استبعاد قفشه وشريف ولا استبعاد زيزو وطارق؟ قفشه وشريف. قفشه وشريف طبعا اكتر. بصوا احنا بن بن بندوس عشان اللعيبه اللي بيلعبوا في اي نادي، ولا بندوس عشان امكانيات اللعيبه؟ امكانيات اللعيبه. لا احنا بندوس عشان اللي بيلعبوا في اي نادي. انا بس انا بقول لك، انا بقول لك احنا في مصر يعني. كده احنا في مصر كده لو على امكانيات. لا لا، امكانياتهم كويسه، بس يعني في البديل، يعني مثلا البديل الاربعه. ايوه محمد شريف، معلش محمد شريف لعب ليه هاف ليفت. ليه هاف ليفت؟ عشان مصطفى محمد هو الاساسي. ولا انا غلطان؟ وهو محمد شريف لعب لهاف ليفت عشان مصطفى محمد هو الاساسي. لو عمر مرموش رجع، لو عمر مرموش رجع مين هيلعب؟ محمد شريف ولا عمر؟ ولا عمر؟ يعني قفشه دلوقتي عبد الله السعيد اتغير. ما نزلش قفشه ليه؟ ليه قفشه ما نزلش؟ يعني ليه ما نزلش؟ ليه ليه اعتمد على مين؟ يعني انت شايف الاربعه عندهم بدائل؟ ايوه. ما هو بقول لك طارق ما بيلعبش اساسي، طارق حامد ما بيلعبش. انا مختلف معاك. على فكره من ايام حسام بدري كان كابتن حسام بدري ما كانش بيلعب طارق اساسي على فكره. تمام. طارق حامد اساسي، وزيزو ما بينزل 10 دقايق ربع ساعه ما بيلعبش اساسي. طيب الاربعه عندهم بديل صح؟ لا. مين اللي ما عندوش؟ شريف و وقفشه ما فيهمش بديل. مش بديل؟ ماشي. يعني مصطفى محمد مش بديل لشريف؟ لا بتكلم جد والله. في الاربعه دلوقتي انت استبعدتهم وممكن يبقى في بديل. لا انا بقول هم الاثنين دول هم مش اساسيين. هو مصطفى محمد شريف؟ يلا كابتن خالد شرفتني ونورتني. الله يخليك. بشكرك. بس انت ختمتها كده. لازم كده. على القفل لازم. كابتن هشام شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا، بشكركم شكرا جزيلا كابتن خالد غندور، كابتن هشام حنفي، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على بكره على الف خير.